مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من كلام في الميديا. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن حزمة من القرارات المهمة جدا جدا لمواجهة فيروس كورونا، وقرارات في الحقيقة كانت ضرورية لمواجهة هذا الفيروس، خصوصا في ظل عدم التزام البعض في الحقيقة مننا بتعليمات الدولة، وهي تعليمات أيضا كانت غاية في الأهمية وكانت كلها في إطار الوقاية من الفيروس. فبالتالي قرارات النهارده كلها كانت ضروريه، ولتتمثل ان المفروض باذن الله تعالى او خلاص من المقرر ان من بكره هيكون في حظر لحركه المواطنين بدايه من الساعه 7 مساء وحتى الساعه 6 صباحا، وده امر ضروري وضروري جدا كمان ان احنا نلتزم القرارات، وفي عقوبات صارمه على من يخترق هذا الحظر، وده امر طبيعي ولا بد منه عشان ان شاء الله باذن الله نعدي الفتره اللي جايه دي على خير. ومهمه قوي، مهمه قوي ان احنا هنعيد ونزيد في القصه دي كل يوم، ان احنا نخلي بالنا على بعض وعلى نفسنا وعلى اهلنا وحبايبنا حوالينا في كل مكان، عشان ان شاء الله باذن الله الاسبوع ده واللي بعده يعدوا على خير، فبالتالي الدنيا ترجع والحياه الطبيعيه ترجع لكل المصريين. فكل التحيه والتقدير في الحقيقه للدوله، ولازم اصر على الجزئيه دي ولازم اعيد وازيد فيها كل يوم، لان دي حقيقه وده امر واقع. الناس تشتغل بشكل ممتاز، إدارة للأزمة بطريقة مميزة جدا جدا، قرارات بشكل تصاعدي، خصوصا أن أنت بتلاقي البعض لسه واخد القصة باستهتار نوعا ما، لسه مش مدركين خطورة الموقف. فأعتقد الكل دلوقتي بعد قرارات اليوم من الحكومة الكل أدرك مدى خطورة الموقف اللي احنا فيه خلال الفترة الحالية، خصوصا أن احنا بنتابع العالم كله حوالينا، بعض الدول يعني بتمر بأزمات كبيرة جدا محدش كان يتخيلها أو يتوقعها في يوم من الأيام إن هي تحصل لهم بسبب فيروس كورونا، وده ناتج عن استهتارهم مع بداية ظهور الفيروس عندهم في كيفية التعامل معاه، كيفية الوقاية منه، كيفية اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية في مواجهته. فبالتالي وصلوا للدرجة السيئة دي، احنا لسه في إيدينا يا جماعة، لسه في إيدينا إن احنا نتعامل ونسيطر على المرض ونحجمه، وباذن الله نتخلص منه كمان في القريب العاجل من خلال قرارات الدوله المميزه في الحقيقه، وايضا من خلال التزامنا احنا كمصريين كشعب، اكيد بنحرص جدا على صحتنا وصحه اهلنا وعلى بلدنا الحبيبه مصر. فكل التحيه والتقدير لقرارات اليوم، وان شاء الله باذن الله يعني الحظر ده هيكون لمده اسبوعين من بكره باذن الله تعالى. هنشوف المستجدات بقى هتبقى عباره عن ايه، ان شاء الله تكون المستجدات كلها ايجابيه في اطار وفي اتجاه عودة الحياة الطبيعية بإذن الله في مصر، وكمان نتمنى في العالم كله في الحقيقة، لأن يعني أكيد كلنا خايفين على كل الناس اللي في الدنيا، ونتمنى أن الأمور تبقى طبيعية وماشية في الاتجاه الجيد والإيجابي بإذن الله تعالى. طيب النهاردة حلقتنا فيها عدد من الأخبار، أكيد أخبار طبعا متعلقة بكورونا والرياضة مرتبطين ببعض خلال الفترة الحالية، وأخبار أخرى بتتكلم عن النادي الأهلي وبعض الملفات المهمة. هنتناول كل هذه الأمور على مدار الحلقة، بخلاف طبعا فقرة الجزء الثاني من حلقة اليوم هينورنا شرفنا فيها الأستاذ إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي للحديث عن بعض الأمور الهامة. في البداية أهم العناوين نشوفها يلا. رسميا مد تعليق نشاط كرة القدم 15 كورونا. الجهاز الفني للمنتخب يطمئن على صحة المحترفين بالكامل. اليابان تتوصل لاتفاق بتأجيل أولمبياد طوكيو لمدة عام. طيب ما تنسوش حضراتكم تتواصلوا معنا من خلال هاشتاج البرنامج اسأل كلام في الميديا، أي سؤال زي ما بنقول لحضراتكم كل يوم حابب تقوله أو رسالة حابب تقولها للنادي الأهلي، استفسار يخص الرياضة المصرية بشكل عام، أي حاجة كده بتيجي في دماغك نفسك تعرف الإجابة بتاعتها ابعتها لنا من خلال فيديو ما يزيدش عن 20 ثانية، حاول يعني بقدر المستطاع واسأل نفسك فيه، وإحنا بإذن الله هنعرض الفيديو ده على مدار الحلقة ونجاوب عليه بكل صراحة ووضوح زي ما حضراتكم متعودين. بالمناسبة كمان بالمناسبة الفترة اللي جاية هيبقى في تغييرات في مواعيد البرنامج، يعني مثلا يعني حتى الآن تبقى لإدارة القناة، وأكيد إدارة القناة هتعلن لاحقا عن بعض التفاصيل الخاصة ببرامج القناة على مدار اليوم خصوصا في ظل حظر التجول، فبالتالي
حتى الان احنا هنظهر كل اثنين وخميس مع حضراتكم على مدار الاسبوعين اللي جايين تحديدا لحد ما نشوف ايضا المستجدات هتكون عباره عن ايه. ده مبدئيا يعني، واكيد هيبقى في تنويه من قبل اداره القناه بخصوص كل هذه الامور سواء فيما يتعلق ببرنامج كلام في الميديا او كل البرامج اللي موجوده في قناه النادي الاهلي. طيب بالتالي احنا عايزين نتكلم على بعض الاخبار الجديده بخصوص مواجهه فيروس كورونا سواء في مصر او في مختلف انحاء العالم. في البدايه طبعا في مصر هنا احنا عارفين ان الفتره اللي فاتت كان في تعليق للنشاط الرياضي من يوم 15 مارس ولمده اسبوعين. دلوقتي بعد قرار اليوم من مجلس الوزراء، قرار نهائي بدايه من بكره بحظر التجول، فبالتالي خلاص تم تمديد المده لمده 15 يوم كمان. فبالتالي احنا هنوصل لاخر الشهر وهتحسب 15 يوم تانيين عشان يرجع النشاط الرياضي برضو على حسب ايه اللي هيحصل خلال الفتره اللي جايه، لكن ده طبعا بناء على القرارات الصادره من السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر او بفرض حظر على حركه المواطنين لمده اسبوعين، وده امر مهم. وده اللي اعلن كمان عنه اتحاد الكره ان هم خلاص هيطبقوا او هيجددوا المده لمده 15 يوم بداية من يوم 30 مارس من الشهر الحالي وحتى منتصف الشهر المقبل بإذن الله تعالى. ده اللي أعلن عنه الاتحاد المصري لكرة القدم. من ضمن برضو الأخبار المهمة، وتم تأجيل خلاص بشكل رسمي نهائي دوري أبطال أوروبا واليوروبا ليج، وده اللي أعلنه الاتحاد الأوروبي من خلال بيان رسمي، ويتكلموا على أنه خلاص إحنا كده هنأجل النهائي بتاع البطولتين، لأن طبعا في بعض الأدوار لسه ما خلصتش، لسه مش عارفين المواعيد هتبقى عاملة إزاي، مش عارفين المستجدات الخاصة بعودة النشاط بشكل عام في أوروبا في مختلف الدول مختلف الأندية اللي بتشارك في البطولتين ظروفهم هتبقى عبارة عن إيه. ده هيبان بشكل أكبر خصوصا إن إحنا في الفترة الحالية بصراحة محدش يقدر يتنبأ أو يتوقع بشيء يعني. ففي كل الأحوال خلاص تم تأجيل نهائي بطولة اليوروبا ليج وأيضا الشامبيونز ليج الأوروبي. رئيس وزراء اليابان السيد شينزو أبي قال إن هو توصل لاتفاق بتأجيل الأولمبياد لمدة عام من خلال تواصله مع الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، واللي عرض عليه وقال اقتراح بالنسبة له، قال له إحنا يعني شايفين إن إحنا ممكن نأجل الأولمبياد لمدة سنة. وعلى حسب تصريحات رئيس الوزراء الياباني بعد تواصله مع توماس باخ، توماس باخ ابدى مرونه كبيره جدا ووافق بنسبه 100% على حسب اللي هو قاله يعني على تاجيل الاولمبياد لمده عام، وده امر خلاص بقى مفروغ منه لان الوضع صعب جدا بالتحديد. احنا الاولمبياد المفروض هتبقى في شهر 7/8، فبالتالي مفيش وقت ان انت تخلص بعض التصفيات المؤهله للاولمبياد، في نفس الوقت كمان الاستعداد للاولمبياد نفسها حتى لو الناس اتاهلت او حاجه، بعض الفرق او بعض الالعاب الفرديه والرياضيين حول العالم كلهم اللي تاهل ممكن ما يكونش بيستعد الفتره الحاليه للاولمبياد. يعني ممكن البعض يقول لك اصل لسه 3 4 شهور وكلام من ده، لا ما 3 4 شهور هتستعد امتى وهترجع امتى وتخلص التصفيات امتى. فكل الامور وكل المؤشرات بتقول لك ان انت خلاص الاولمبياد لازم هتتاجل، وده اللي هيحصل، وده اللي حصل كمان من خلال او اللي اعلن عنه رئيس وزراء اللي تواصلوا مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. بالنسبة برضو لبعض الأخبار الأخرى، بسبب كورونا أرسنال منع لاعبيه من العودة لبلادهم. احنا امبارح كنا قلنا لحضراتكم خبر بخصوص أرسنال ان هم كانوا المفروض يستأنفوا التدريبات النهاردة الثلاث، فطبعا لسه الأمور زي ما هي هناك في بريطانيا أو في إنجلترا بسبب كورونا، فمدوا الفترة بتاعت تعليق التدريبات بالنسبة لكل الفرق في أرسنال، وكمان قالوا لكل المحترفين اللي عندهم ما حدش يا جماعة يسيب إنجلترا ويروح بلده، أو ما حدش يرجع على بلده خالص عشان ما حدش يتعرض لفيروس كورونا، خليك في مكانك اقعد في البيت، وده أهم شيء، ما فيش سفر ما فيش أي تحركات إطلاقا، وده تنبيه من إدارة أرسنال للاعبيهم المحترفين في صفوف الفرق المختلفة بالنادي. كمان حارس استون فيلا يعلن الاشتباه في اصابته بفيروس كورونا. بيبي رينا طبعا الحارس الاسباني الشهير وحارس استون فيلا الحالي اعلن ان هو يعني حس ببعض الاعراض كده اللي ممكن تخليه يشتبه بتعرضه لفيروس كورونا، لكن اكد برضه في نفس الوقت ان هو دلوقتي حاسس ان هو بحاله جيده جدا. فقال في كل الاحوال هو بيوصي الجميع الالتزام بالمنزل وعدم التحرك اطلاقا لمواجهه هذا الفيروس ولتجنبا وللوقايه منه يعني فيروس كورونا. الكل في الحقيقه بيتكلم عن القصه دي بقالنا اسبوعين او اكتر كمان، بالتحديد مثلا من الصين بدايه من شهر يناير، فان شاء الله فتره تعدي والدنيا تمشي وتبقى احسن من الاول باذن الله تعالى. كمان من ضمن الاخبار اللي يعني تعتبر اخبار تديك تفاؤل شويه، تشيلسي اعلن تماما شفاء لاعبه هودسون اودوي من فيروس كورونا. اودوي يوم 13 مارس كانوا اعلنوا ان هو عنده الفيروس
وعمل طبعا بعض الاجراءات الطبيه اللي من خلالها تم معالجته من الفيروس ده على مده 10-13 يوم تقريبا، وخلاص اعلنوا شفاء اضوي بشكل كامل، وده امر ايجابي في الحقيقه. طيب، عارفين طبعا لاعب مانشستر يونايتد الجديد المعار من احدى الفرق في الصين إيجالو، اللاعب النيجيري، عارته هتخلص في شهر 5 مع نهاية البطولات الأوروبية، فبالتالي في تواصل ما بين مانشستر يونايتد وفريقه في الصين جوانزو أو شنغهاي تحديدا، مش جوانزو، بخصوص تمديد الأعارة. أعتقد ده هيبقى أمر طبيعي يعني وأمر بديهي، كده كده مفيش نشاط خلال الفترة الحالية، فالدوريات كلها هتؤجل أو هتمد لشهر أو 2 كمان لما تشوف أنت هتستأنف أصلا النشاط إمتى. فأنت عندك بعض اللاعبين المعارين في مختلف أندية العالم، طبيعي جدا إن هم هيكملوا المواسم، مش هينفع تيجي خلاص ناقص على الموسم مثلا شهر لسه وترجع كل واحد فريقه، وخصوصا ان هو الاعاره بتبقى محدده لمده معينه. فاعتقد هيبقى في استثناء في الجزئيه دي، وده اللي بيتكلم فيه مانشستر يونايتد مع فريق ايجالو الفريق الصيني يعني. واعتقد مانشستر يونايتد اصلا في اتجاههم للتعاقد مع اللاعب بشكل نهائي بعد تالقه خلال الفتره اللي فاتت مع فريق الانجليزي. نجوم الدوري الانجليزي كمان بيرفضون استئناف البريمير ليج بدون جماهير، وخصوصا في ظل الاقتراحات اللي بتقول في حاله عوده الدوري ممكن يكون من غير جمهور. عدد كبير جدا من نجوم الدوري الانجليزي مصممين على ان يبقى في الدوري، او لو عاد الدوري يبقى من خلال تواجد الجمهور في المدرجات، فهم شايفين ان هم لما بيلعبوا الكوره بيلعبوا جماهير يعني، فده امر اساسي بالنسبه لهم، وان الجماهير بتديهم حافز اضافي يساعدهم ان هم لو خسرانين يكسبوا، وده الطبيعي في كل انحاء العالم. لكن برضه ما تضمنش الظروف، طبقا للمستجدات، طبقا لاي شيء ممكن يحصل بسبب فيروس كورونا، لو اصلا تم السيطره على الفيروس هيرجع النشاط، لو ما تمتش السيطره يبقى مش هيفضل ما فيش دوري، او مش هيفضل في اي مباريات يعني، حتى كاس الاتحاد الانجليزي، وده هيكون او هيبان بشكل اكبر خلال المرحله اللي جايه. لكن البعض بيعترض بيقول لك لازم يكون في جماهير يعني، لكن الأهم بصراحة في كل الأحوال صحة وسلامة الجماهير وحتى الرياضيين نفسهم حتى وهم بيلعبوا أي نشاط يعني. برشلونة كمان نفس الكلام، بيتكلموا على إن هم بيرفضوا استئناف الدوري الإسباني وأبطال أوروبا بدون جماهير، وده طبقا للي ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكاتالونية، وقالت إن برشلونة كشف عن رغبته في عدم استئناف المسابقة المحلية والأوروبية بدون جماهير، وقال الكلام ده للاتحاد الاسباني والاوروبي. وكمان موقف برشلونه مفهوم ومقبول، لكن مسؤول الكره الاوروبيه قالوا ان هناك اصرار على اللعب باي طريقه ممكنه في حاله عوده النشاط الرياضي واستقرار الاوضاع، فبالتالي هتلعب وكجزء احترازي مش هيبقى فيه جماهير، لكن لان الاهم ان انت تجمع اموال البث التلفزيوني بعد عوده المسابقه، ودي امور اقتصاديه وتسويقيه مهمه جدا اكيد بيهتم بيها كل الاتحادات الاوروبيه، مش الاوروبيه بس، في العالم كله يعني. دي كانت بعض الاخبار اللي مرتبطه بكورونا بخصوص الرياضه حول العالم. عندنا كمان اخبار اخرى من الصحف كالعاده، كل يوم بيتكلموا على النادي الاهلي تحديدا، ودي فقره مهمه واساسيه بالنسبه لنا في كلام في الميديا. عايزين نشوف الصحف قالت ايه على الاهلي النهارده، نشوف يلا. الأهرام، رئيس الأهلي يحسم ثلاث ملفات مهمة، التوصل لاتفاق نهائي لتجديد تعاقد أحمد فتحي والسويسري فايلر، جلسة مع عاشور لاحتوائه نفسيا، وسعد سمير يعود للتدريبات بعد 70 يوما. الأخبار، مفاجآت الأهلي القادمة، عودة أزار وأكرم وتطفيش رمضان. الجمهورية، بعد استغناء عن إكرامي الأهلي يبحث عن حارس مرمى. المصري اليوم، تكشف سبب تأجيل المفاوضات مع فتحي، فايلر يحسم مصير انتقال أزارو نهائيا للاتفاق واتجاه لاستعادة توفيق من الجول. الدستور، يفاضل بين 6 لاعبين والتخطيط تتراجع عن صفقة دونجا، فايلر يدرس ملف المرشحين للانضمام للأهلي، ومحمود وحيد يطلب الرحيل عن الفريق. نبتدي بالاهرام، والاهرام اتكلمت عن النادي الاهلي النهارده وقالت ان رئيس الاهلي كابتن محمود الخطيب بيحسم 3 ملفات مهمه، ابرز الملفات دي ملف تجديد احمد فتحي، كمان موضوع رمضان صبحي ملف من ضمن الملفات طبقا لكاتبينه الاهرام يعني، كمان تجديد عقد فايلر،
يعني دي الملفات اللي هم بيتكلموا فيها، لكن خلينا ناخدها ملف ملف. فيما يتعلق بحسام عاشور وان في جلسه مع عاشور لاحتواء نفسيا، هو في جلسه يعني حصلت ما بين الكابتن محمود الخطيب وحسام عاشور لاعب النادي الاهلي، واللي بنسبه كبيره جدا جدا تم الاستقرار، وقرار طبعا يرجع لحسام عاشور، تم الاستقرار على اعتزال اللاعب وان هو يوافق على العروض اللي اقترحها عليه مسؤول النادي الاهلي في الجلسه اللي كانت ما بينهم يوم الجمعه اللي فاتت يعني. فمستنيين ان حسام مثلا يطلع يتكلم او يعلن بنفسه عن المستجدات، لكن طبقا للكواليس يعني ده اللي ممكن يكون حصل لحد دلوقتي. لكن بصراحه انا عايز اتكلم معاكم دايما بجزئيه مهمه جدا، وهو فيما يتعلق بارتباط جمهور النادي الاهلي بحسام عاشور. والبعض يقول لك لا، ما كانش المفروض الاهلي يعمل كده مع حسام عاشور، كان المفروض يقعد سنه كمان، كلام من ده. لكن في امثله كتير جدا حصلت في تاريخ النادي الاهلي، امثله ليها علاقه باللي حصل مثلا وقرار المدير الفني بعدم الحاجه لحسام عاشور. لو تفتكروا كده نرجع ورا شويه مع مستر مانويل جوزيه، كان عندنا بعض اللاعبين اللي كان مرتبط بيهم جمهور الاهلي في التوقيت ده، واللي كان شايف جمهور الاهلي وكان شايف المسؤولين في النادي الاهلي ان هم مهم ان هم يكملوا. مثلا ابرز اللاعبين دول مثلا حسين ياسر محمدي. تفتكروا حسين ياسر محمدي لما كان في الاهلي وقبل ما يروح الزمالك وكده، كان لعيب جيد والجمهور كان بيحب حسين ياسر لان هو اصلا لعيب مهاري وشفنا امكانياته وعارفين امكانياته كويس جدا. لكن القرار النهائي كان لمين؟ لمستر مانويل جوزيه اللي هو المدير الفني. انا بس عايز اثبت لكم ان سيستم النادي الاهلي هو طول عمره ماشي كده، دايما بتركن العواطف على جنب، بتركن تمنياتك ورغباتك على جنب، في الاخر بتنفذ اللي عايزه المدير الفني لان انت بتحاسبه بعد كده. فمثل حسين ياسر محمدي، قلنا الحركة وصمم مستر مانويل جوزيه قال انا مش محتاج الراجل خلاص مش موجود. عندك كمان احمد حسن، احمد حسن لغايه اخر مباراه بيلعب، وانا فاكر كويس جدا جاب جون كان حلو قوي في الانتاج الحربي على ما اتذكر، والجمهور قعد ينادي وان لازم في المدرجات ساعتها لازم احمد حسن يقعد في الاهلي لازم مش عارف ايه، وبعض المسؤولين في النادي كانوا شايفين ان احمد حسن لعيب مهم وكويس، لكن قرار مستر مانويل جوزيه ساعتها ان احمد حسن لا انا مش محتاجه مش عايزه خلاص شكرا، اتنفذ قرار المدير الفني. عندك كمان مثلا اسلام الشاطر. اسلام الشاطر واحد من اللعيبه اللي لما جه النادي الاهلي كلنا اتفاجئنا وانبسطنا وفرحنا جدا لانه كان افضل ظهير ايمن في مصر في التوقيت ده، وكانت صفقه مفاجاه بالنسبه لنا كلنا. قعد 3 4 سنين اعتقد 4 سنين مع النادي الاهلي، واتفاجئنا في اخر الموسم الرابع ليه مع الفريق مستر مانويل جوزيه بيقول لك انا مش عارف اسلام الشاطر، رغم ان اسلام الشاطر كان ايه ساعتها اجمد لعيب في المركز ده، ما حدش يقدر يختلف على كده. ناس كتير استغربت ازاي جوزيه مش عايز اسلام الشاطر، ناس من المسؤولين في النادي الاهلي استغربوا الراجل مش محتاجه. طيب هننفذ للمدير الفني اللي هو عايزه. ده نفس اللي حصل مع حسام عاشور. ممكن تكون رغباتنا كلنا بتتكلم ان حسام عاشور احنا بنحبه جدا مرتبطين بيه جدا، دي حقيقه، واللعيب ادى كتير للنادي الاهلي، ما لعبش بتيشيرت تاني غير النادي الاهلي من قطاع الناشئين لحد اخر ماتش ليه، فكان نفسنا ان هو يكمل مثلا. لكن في نفس الوقت رغبتك دي بتصطدم برغبه المدير الفني، لكن مين اللي هيتنفذ قراره؟ هو المدير الفني. ده سيستم النادي الاهلي. فدي بعض الامثله اللي كان لازم نفكر حضراتكم بيها، وحاجات بتبقى مهمه بتدل على ان سيستم النادي الاهلي ما بيتغيرش، ان انت دايما بتدي الراجل صلاحيات وتقيم قراراته مع نهايه كل موسم وبطولاته ومسيرته مع النادي، وبعد كده بتاخد قرارك. ما ينفعش ان انت تفرض عليه حاجه عشان ترجع ايه تحاسبه، هتحاسبه ازاي انت فرضت عليه شيء ما يعني. فده اسلوب النادي الاهلي دايما. فيما يتعلق كمان بخبر الاهرام وطلب مد اعاره رمضان صبحي، لو هم هنا قصدهم ان مد الاعاره يعني زي موضوع مثلا كنا بنتكلم عليه في الانترو بتاع ايجالو مانشستر يونايتد، ان انت تمد الاعاره شهر او اتنين عشان توقف المسابقه والكلام من ده والنشاط، فده ممكن يكون منطقي وهيبقى بديهي وامر استثنائي، واعتقد الفيفا نفسها هي هتقر الجزئيه دي. لكن هم لو في الخبر ده بيتكلموا على ان الاهلي طالب او بيطالب بتجديد الاعاره تبقى سنه كمان ولا حاجه، لا فده مش اتجاه النادي الاهلي. اتجاه النادي الاهلي هو شراء اللاعب، ده امر مؤكد، الاهلي عايز يشتري رمضان صبحي، وارد المفاوضات تنجح وارد ان هي ما تنجحش، لكن ده ملف كل يوم بنتكلم فيه لان ده امر بيبقى مهم الجديد فيه لازم نقوله لحضراتكم. لكن الفتره الحاليه عشان ابقى صريح يعني الفتره الحاليه ما فيهاش مش هيحصل فيها تطورات كتيره يعني بسبب كورونا، يعني العالم كله بيمر بالازمه دي. طيب ملف التجديد فايلر ان شاء الله خلال ساعات سواء هو احمد فتحي ممكن تسمعه جديد يعني. موضوع وقت باذن الله تعالى. طيب نروح لجريده الاخبار واللي بيوصلوا اخبارهم الغريبه.
مفاجأة الأهلي القادمة، عودة أزار وأكرم توفيق. حلو. بص بقى بيقول لك إيه، وتطفيش رمضان. بتضحك؟ أنا عارف والله إن أنتوا بتضحكوا، عارف يعني. بصراحة الأهلي هيطفش رمضان إزاي؟ بالمناسبة يعني هو نفس الزميل العزيز اللي كتب خبر النهاردة، هو اللي كتب خبر امبارح، وهو اللي كتب خبر أول امبارح، والأخبار كلها واضحة إن هي في اتجاه واحد، واضحة إن هي بتدل على انتماء الصحفي والزميل العزيز، الانتماء المعروف. وأنا قلت حضرتك على انتماء امبارح، فدايما برضه هنعيد عليه، بعد إذن حضرتك اركن الانتماء على جنب وقول أخبار تكون منطقية وحقيقية. يعني تتخيل انت حضرتك، هل الاهلي عايز يطفش رمضان صبحي؟ طب هو محتاج يطفشه. الاهلي مش عايز رمضان صبحي، اهل العرع هتخلص وشكرا رمضان بس. لكن اللي لازم اكده على حضرتك، ان الاهلي عايز رمضان صبحي، مش بيطفشه خالص والله. يعني عايز يجدد، مش يجدد اعار، عايز يشتري رمضان صبحي، هيحاول يدعم صفوفه بصفقه هتكون مهمه جدا، ان هو يكون موجود ويكمل رمضان صبحي مع النادي الاهلي، لان هو لعيب اضافه بكل تاكيد. لكن الاخبار زي دي بصراحه غريبه، انا مش هطول بقى فيها النهارده تاني، لان خلاص احنا عرفنا ولخصنا القصه امبارح بخصوص جريده الاخبار وبعض العناوين الغريبه اللي بيكتبوها، واللي ساعات ما بيبقاش ليها توضيح في المتن. يعني زي خبر اول امبارح كده ما كانش فيه توضيح، كان بخصوص رمضان صبحي بس برده ما وضحوش، يعني كان الامر غريب. بالنسبه لعوده ازار واكرم توفيق، موضوع عوده ازار واكرم توفيق، الاتجاه عند اكرم توفيق ايضا لغايه دلوقتي ما فيش قرار نهائي بعوده اللاعب. القرارات النهائية بخصوص عودة البعض أو رحيل البعض أو البقاء على البعض، ده هيكون مع اقتراب نهاية الموسم. دلوقتي بس قرارات مبدئية كده، مبدئيا ممكن ده يرجع، ده مش هكون محتاجه، في لعيب مثلا معين عجبني جدا عايزه، دي قرارات مبدئية. لكن القول الفصل في القرارات دي بيبقى مع نهاية الموسم، ده أمر طبيعي جدا. طيب نروح للجمهورية واللي بتتكلم بشكل منطقي، يعني ان بعد الاستغناء عن اكرامي الاهلي يبحث عن حارس مرمى جديد، يعني وده المنطقي والبديهي. ممكن على فكره زي ما قلت لحضراتكم في اكتر من مره واكتر من مناسبه، ممكن الاهلي يستقر في النهايه انه ما يجيبش حارس مرمى، لان انت عندك بصراحه حراس مميزين، عندك محمد الشناوي الحارس الاول في مصر، عندك علي لطفي حارس كويس ومميز جدا، وعندك مصطفى شوبير كمان حارس صاعد وبامكانيات مميزه جدا بالمناسبه. فبالتالي ممكن انت في الاخر تلجا للاعب او حارس من قطاع الناشئين يدعم التدريبات معاه ويبقى في الصوره نوعا ما، او تلجا للتعاقد مع حارس جديد. هنا في الجمهوريه بيقول لك ان في بعض الاسماء المهمه اللي ممكن الاهلي يكون بيفكر فيها، ما قال لك مثلا زي مين، احمد الشناوي حارس بيراميدز، محمود جاد حارس انبي، ومحمد بسام حارس طلائع الجيش. الثلاثه يعني زي ما الجمهوريه بتقول كده مرشحين بقوه، لكن انا اللي عايز اضيفه على الجمهوريه ان في اسم رابع، في اسم رابع يعني مطروح، لكن مش هقدر اعلن عن الاسم ده او مش هقدر ااكد بشكل كامل، غير برضه لما نستنى النادي الاهلي هيقول ايه، او النادي الاهلي هيقرر ايه، او الجهاز الفني هيقرر ايه يعني. لكن في نفس الوقت مش الثلاثه دول بس المطروحين على النادي الاهلي، في اسم مهم، اسم رابع اكيد مطروح يعني في المركز ده تحديدا. نروح للمصري اليوم، والمصري اليوم بتقول ان في اسباب لتاجيل المفاوضات مع احمد فتحي. الاسباب كلنا عارفينها ولا اعلن عنها النادي الاهلي خلاص، عشان ما نتكلمش في القصه دي كتير، وفي ناس بتحاول يعني تعمل موضوع من خلال تاجيل الجلسه. الموضوع بسيط يا جماعه، احمد فتحي مسافر بره القاهره والاهلي قافل فروعه الثلاثه. طبعا منطقي ان ممكن يبقى في اجتماع او جلسات او تواصل هاتفي ما بين المسؤولين في النادي الاهلي واللاعب، يعني اكيد ده بيحصل بالمناسبه. لكن الجلسه اللي هي اللي انت تخلص فيها كل الامور، تحسم فيها كل الامور، لسه دي مش عارفين توقيتها هيبقى امتى، وده اللي مستنيينه من النادي الاهلي ومن اللاعب يعني. لكن هو في اجازه واكيد بيستغل الاجازه دي في قضائها مع اسرته يعني. دايما دايما في ناس تقعد تتكلم ايه يعني، يا ريت يا فتحي تقول لنا، او انت اتجاهك ايه، او انت عايز ايه، وكلام من ده. الامور التفاوضيه معروفه، وبالمناسبه بقى بالمناسبه برضه عشان نجيب من الاخر، احمد فتحي لو جدد مع النادي الاهلي فهو اضافه مؤكده. احنا بنتمنى احمد فتحي يكون موجود، يعني احنا لما بتكلم احنا دي اكيد جماهير، يعني ما اعتقدش ان في حد من جمهور النادي الاهلي شايف ان احمد فتحي مش هيكون اضافه. وبالمناسبه احمد فتحي هو هيبقى كابتن النادي الاهلي بعد رحيل عاشور واكرامي، فهو اضافه خبرات امكانيات روح، اي حاجه حابب تقولها قولها على احمد فتحي. لكن يا جماعه في نفس الوقت عشان منطقيين، يعني لو احمد فتحي ما جددش مع النادي الاهلي مثلا، وهو نسبه تجديده كبيره جدا برضه بالمناسبه عشان عارفين، لكن هو لو ما جددش هو عمر الاهلي وقف على اللعيب؟ لا طبعا، رحل عن النادي الاهلي اساطير كبير
كتير جدا، وهرب بعض اللاعبين يعني، وفي الاخر الاهلي بيستمر في حصد الالقاب، بيستمر في حصد البطولات كل حاجه. فاحمد فتحي لو موجود مع النادي الاهلي ودي تمنياتنا باذن الله كلنا، فهو اضافه مؤكده مؤكده ما فيهاش نقاش. لا قدر الله مش موجود، لا قدر الله ليه رغبه اخرى، وانا عارف رغبته كويس بالتواجد مع النادي الاهلي، لو هو ليه رغبه اخرى فالاهلي مش هيتاثر، او ممكن تتاثر فنيا باللاعب نسبيا، لكن في نفس الوقت انت مش هتخسر مباريات وبطولات ولا هتستمر. الاهلي هو اضافه لكل اللاعبين، زي ما في بعضهم بيبقى اضافه للفريق طبعا امر مؤكد، لكن الاضافه اكتر لما انت بتبقى موجود جوه النادي الاهلي. لكن برضو اللي عايز اختصر في الجزئيه دي مع حضراتكم ان مفيش ازمه ولا حاجه مع احمد فتحي، الموضوع موضوع وقت يعني باذن الله، ويخلص الملف ده بتجديد اللاعب للنادي الاهلي. بيتكلموا كمان على ان فايلر يحسم مصير انتقال ازارو نهائيا للاتفاق، ده هيبقى مع نهايه الموسم مش دلوقتي خالص، واتجاه الاستعاده التوفيق، وده امر حقيقي، بس استعادته هتبقى مع نهايه اعارته تخلص مع اخر الموسم يعني. تعالوا نروح للدستور واخر خبر معانا، واللي بيتكلموا على ان مستر فايلر بيفاضل بين سته لاعبين والتخطيط تتراجع عن صفقه دونجا. ست اللاعبين هم هنا كاتبين بعض الاسماء، كاتبين مثلا طاهر محمد طاهر وعبد الله بكري ومحمد حمدي من بيراميدز، طاهر محمد طاهر طبعا من مقاولين، وكريم العراقي من المصري، محمد شحاته من طلائع الجيش، وبارم محمدي من الاسماعيلي، من ضمن الاسماء يعني المقترحه، والناس بس كلهم اسماء كويسه يعني ولاعيبه جيده، لكن في نفس الوقت ممكن تدرس بعض القرارات اللي انت ممكن تاخدها او بعض الاحتياجات اللي انت عايزها. لكن برضو عايز اكد على حضراتكم، ما بقولش ان دول ممكن ما يكونش مقترحين او مطروحين، لا اكيد في بعضهم مطروح على المسؤولين في النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت القرار النهائي هيبقى مع نهايه الموسم، والله مش هيبقى دلوقتي خالص، في قرارات مبدئيه لكن النهائيه مع اخر الموسم يعني، لو استأنف يعني باذن الله الموسم، وان شاء الله هيستأنف يعني. في نفس الوقت فيما يتعلق بصفقه دونجا، الفتره اللي فاتت كان البعض يقول لك خلاص الاهلي مستقر على التعاقد مع دونجا لاعب بيراميدز، دلوقتي بيقول لك خلاص رجعوا في كلامهم. الموضوع بيبقى عباره عن ايه يا جماعه؟ الموضوع بيبقى عباره عن فترة معينة أنت ممكن تكون شايف من خلال تقييمك أن الفريق محتاج سواء دونجا بقى أو لعيب زي دونجا مثلا، ممكن فترة أخرى بمعطيات مختلفة تقول لك لا إحنا خلاص إحنا مش محتاجين، إحنا ما شاء الله عندنا مش عارف مين متفوق ومين مستوى عالي جدا هيرجع من الإصابة ومين، فأنت مش محتاج حد في المركز ده. فهو بيبقى ساعات البعض بيقيمها تقييم مرحلي، لكن التقييم النهائي دايما بيبقى من خلال تقييم موسم كامل في كل مركز. المركز ده انا عندي عناصر فيه جيده مثلا محتاجين اضافه، هجيب بقى سواء دونجا او غير دونجا، الاسماء بقى المطروحه اللي انا شايفه طبعا كمدير فني، مين الافضل، مين اللي هيدعم، مين اللي هينفذ لي فكري من خلال متابعتي على مدار الموسم اللي فات، وهقرر احاول اتعاقد معاه يعني. لكن لسه مفيش قرار نهائي سواء بدونجا او بغير دونجا. فايلر يدرس ملف المرشحين للانضمام للاهلي، ده اتكلمنا فيه، ومحمود وحيد يطلب الرحيل عن الفريق، ده مش ما حصلش، ممكن اي لاعب يكون نفسه ان هو يلعب وكل الكلام من ده، لكن ما اعتقدش يعني، ما اعتقدش برضه عشان ما كنتش بقول لحضراتكم ما حصلش وخلاص، طبقا لمعلوماتي حتى الان ان محمود وحيد ما طلبش كده. محمود وحيد موجود في النادي الاهلي ولاعيب ملتزم جدا ومحترف جدا بالمناسبه، ولما بيحتاجه المدير الفني بيكون موجود. لكن خلينا نتفق المنافسه في المركز ده صعبه جدا، لما يبقى عندك علي معلول فالمنافسه صعبه، يعني ما فيش حاجه غير كده، عندك ايمن اشرف كمان وعندك محمود وحيد، الثلاثه ممتازين، بس اللي ماشي كويس دلوقتي هو علي معلول، هو افضل اللاعبين في المركز ده يعني في افريقيا. لكن في كل الاحوال محمود وحيد ما فيش قرار برحيله او هو ما طلبش الرحيل حتى الان يعني. نروح لاخبار الاهلي في المواقع نشوفها. سوبر كور، الاهلي يحذر اللاعبين من التواجد في اي تجمعات واماكن مزدحمه. اليوم السابع رمضان صبحي يترقب مرتب شهر مارس في الاهلي. الفجر الرياضي جونيور اجاي يطلب الرحيل عن الاهلي. فيتو، الاهلي ينتظر قرار فايلر لحسم تعاقد مع دونجا بيراميدز. 1-3 بموافقه فايلر، الاهلي في طريقه لضم الجناح الهداف في الصيف. موقع مبتدا، حقيقة تفاوض الأهلي مع أحمد الشناوي. الشروق، تقرير سعودي، الاتفاق يخاطب الأهلي لضم أزارو بصفة نهائية.
سوبر كورة بتتكلم على تحذير النادي الأهلي للاعبيه بخصوص أهمية التواجد في المنزل وعدم التوافد على الأماكن أو التجمعات المزدحمة، وده أمر طبيعي جدا، ولاعيبة النادي الأهلي بالمناسبة ملتزمين جدا كلهم في بيوتهم، يعني ما فيش أي مشكلة خالص. اليوم السابع رمضان صبحي تراكم مرتب شهر مارس في الأهلي، وده بخصوص إن البعض بيقول إن رمضان معترض على العقوبة اللي فرضت عليه من مدير الكرة الكابتن سيد عبد الحفيظ بعد المشادة اللي حصلت ما بين رمضان وبتجي. بمناسبة المشادة امبارح رمضان كان عنده مداخلة في إحدى القنوات التلفزيونية واتسأل على السؤال ده، قال يا جماعة الناس ضخمت الأمور، نفس اللي احنا كنا بنقوله لحضراتكم، محدش كان قادر يقتنع بالكلام. البعض ساعات بيحاول يصدق الاخبار اللي بيبقى فيها تهويل كبير. الموضوع كان عباره عن مشاده، والمشاده خلصت بعقوبات على اللاعبين على رمضان وبدي بس، لكن الكلام الكتير سمعته في الجزئيه دي مش حقيقي يعني. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال حته ان رمضان معترض، انا يعني ما اعتقدش ان في لعيب بيعترض على اي قرار من مدير الكره، يعني ده اللي احنا متعودين عليه في النادي الاهلي يعني. لكن هي اجتهادات من قبل الصحفيين يعني، وان هو مستني مرتب شهر مارس هتشوف اتخصم منه قد ايه والكلام من دوت، بلغ بالعقوبه وخلاص، مفيش رجعه في القرار ده، ده مؤكد. طب ما اتخذ قرار فمش هترجع فيه. ودايما القصص اللي بتبقى زي دي بترجع لتقييم مدير الكره وبترجع لتقييم المدير الفني، هما بيقرروا وبيشوفوا هل هو يستاهل عقوبه ما يستاهلش عقوبه، بالتالي قرار بيبقى خلاص ما فيهوش يعني رجعه. الفجر الرياضي بيتكلم على جونيور اجاي، وانا عذر بصراحه المواقع وعذر الصحف خلال الفتره الحاليه، لان احنا بنمر بفتره ما فيهاش اخبار، ما فيهاش ماتشات، ما فيهاش جديد، فالكل بيحاول يجتهد، فده اجتهاد من ضمن الاجتهادات يعني، مش اجتهاد كمان يعني، يعني مش عايز اقول بملى خبر او بعمل عنوان يعني، عامل ايه شغلي لازم، فانا ما عنديش اخبار كتيره جدا دلوقتي، ولازم اكتب اخبار عن الاهلي وما فيش اي منافسات او اي حاجه، فهقعد بقى كده اجيب ايه مثلا لعيب ده الفتره فاتت، فطبيعي الولد ده بيتالق هيجي له عروض، فلما هيجي له عروض فاكيد هو نفسه يروح اوروبا مثلا، ده كل ده استنتاج يعني، يعني تخيلي، ممكن يكون اي حد بيكتب خبر وهم معذورين في الحقيقه وكل الاحترام والتقدير ليهم يعني، بس دايما ببقى عايز اكتب اخبار. فاجاي لا طبيعي ان هو بيتالق فتره شويه هيجي له عروض من بره، فهو هيبقى اكيد عايز يروح يلعب في اوروبا كخطوه جديده بالنسبه له، فبالتالي هيطلب الرحيل. الكلام ده ما حصلش يا جماعه خالص، لا جاي طلب الرحيل ولا اي حاجه من الكلام من ده، لكن الفتره دي طبيعي ان هنلاقي اخبار شبه دي يعني. زي الخبر اللي بعده من فيتو، الاهلي ينتظر قرار فايلر لحسم التعاقد مع دونج، نفس الخبر اللي كان موجود في صحيفه من الصحف يعني، نفس الكلام مش هعيده على حضراتكم، هتلاقوا اجتهادات كتير دلوقتي. دونجا طبعا لعيب جامد قوي في نص الملعب، لكن انت بتشوف احتياجاتك وبتكرر مع نهايه الموسم يعني. 1-3 وبيحاولوا يشدوا القارئ بالعنوان بتاع الخبر يعني، موافقه فايلر الاهلي في طريقه لضم الجناح الهداف السيف، تقول مين بقى هنجيب من ده؟ لا، هم قصدهم على ان الاهلي هيستعيد محمد شريف لاعب انبي المعار من النادي الاهلي، هو لاعب النادي الاهلي المفروض بدل ضم دي مثلا كان لك استعاده الجناح الهداف، هو هداف بصراحه، الراجل ماشي بشكل كويس مع انبي، جايب اهداف كتير ومتالق معاه من بدايه الموسم بصراحه، فاه في اعجاب بمحمد شريف، في قناعه بامكانياته يعني بالمناسبه من قبل الجهاز الفني، لكن هنشوف برده اللي هيحصل من نهايه موسم، لان يا جماعه بيبقى والله في متغيرات، واديكوا بتشوفوا حاجات كتير جدا بيتم الاعلان عنها مش بشكل رسمي، لكن الناس خلاص بتقول لك احنا جبنا كذا، الاهلي خلص معانا. لو تفتكروا مثلا في الصيف اللي فات الكل قال لك خلاص الاهلي جاب علي جبر، ورسمي علي جبر جاب، الاهلي ما كانش اعلن عن حاجه، في الاخر علي جبر فين؟ علي جبر موجود في بيراميدز. ليه؟ لان بيبقى في امور تفاوضيه، ممكن تنجح ممكن ما تنجحش، ده اللي هيحصل على مدار الفتره اللي جايه كلها، وبيحصل في كل الفترات بالمناسبه. اه ممكن تكون عندك معلومه واكيد ان الاهلي بيفاوض لعيب معين، بس مش شرط ان خلاص هو ده اللي هيجي. القصه بتبقى ايه كلها في موضوع المفاوضات في التوقيت المناسب للتفاوض اصلا يعني، بتشوف المستجدات اللي عندك، هل ممكن اصابه لا قدر الله تبقى كبيره عند لعيب من اللعيبه اللي عندك، فبالتالي تلجا ان انت تتعاقد مع لاعب اخر يضيف ليك يعوض اللعيب اللي اتصاب ده، لعيب هيحترف او هيروح حته ثانيه فانت عايز تعوضه بلعيب اخر في نفس المركز، كلها بتبقى حسابات. الواقع او الاكيد ما بيبقاش دلوقتي خالص، بيبقى مع نهايه الموسم. مبتدا برضو نفس الكلام، حقيقة تفاوض الأهلي مع أحمد الشناوي، أكيد أحمد الشناوي بالمناسبة يعني لما تيجي كده تفكر لو الأهلي هيجيب حارس مرمى هتفكر في أحمد الشناوي أبرز الحراس يعني، حارس موهوب وكلام من ده، أنت بديهيا كده هتقول أه أكيد الأهلي هيفكر في أحمد الشناوي، لكن هل في تفاوض رسمي حصل؟ لا،
لحد دلوقتي مفيش اي تفاوض خالص حصل بخصوص مع احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز. لا الاهلي كلم بيراميدز ولا الاهلي كلم اللاعب ولا اي كلام، كله اجتهادات عشان كلنا عارفين خلاص ان شريف اكرامي اخر موسم ليه مع النادي الاهلي، فانت ممكن تفكر ان انت تدعم في المركز ده. الشروق وكلام على ازارو وتقارير سعوديه بتتكلم عن ان الاتفاق يخاطب الاهلي لضم ازارو بصفه نهائيه. الناس معجبين هناك بازارو بالمناسبه، واللاعب لعب 7 ماتشات جاب 3 4 اهداف فماشي بشكل كويس، وهو مهاجم جامد ازارو، وما كانش موفق خالص مع النادي الاهلي يعني. لكن هيتم دراسه، لو في عرض رسمي جه من الاتفاق السعودي هيتم دراسه الموقف، مصلحه الفريق ايه اولا، قرار المدير الفني هيكون ايه، وبالتالي هتشوف بقى هل هتوافق ان هو يروح ولا هتستقر على عودته يعني. فده هيكون قرار نهائي للمدير الفني، وهيبقى في تشاور مع لجنه التخطيط للكره زي ما احنا متعودين دايما من النادي الاهلي. دي اخبار الاهلي في المواقع، لسه في بعض الاخبار المحليه والعالميه نشوفها. يلا بينا. اليوم السابع، اتحاد الكره يصرف المستحقات المتاخره للحكام للائحه القادمه. الوطن سبورت، انقسام في الجماهير حول عقوبات السوبر. بوابه فيتو، اتحاد الكره يمد عقود رعايه الشركات لمده عام حال الغاء الدوري. سوبر كوره، البدري والجهاز الطبي للمنتخب يطمئنون على صحه محترف الفراعنه بالفعل. موقع الكابتن، المشرف على الكرة بالمقاولون سلامة اللاعبين أهم من أي شيء. اليوم السابع، اتحاد السكندرية يحذر المحترفين من النزول للشارع في بلادهم خوفا من كورونا. الفجر الرياضي، بسبب صلاح أسطورة مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد. موقع تقارير تركيا، بشكتاش يحدد بديل محمد النني المناسب تحسبا لرحيله. بوابة أخبار اليوم، أشهر مدرب في العالم عامل ديليفري بسبب كورونا. وأخيرا مبتدأ، بسبب كورونا مصير مجهول للدوري الفرنسي. نبتدي بالوطن سبورت. الوطن سبورت بيتكلموا عن ان في انقسام في الجبليه بسبب عقوبات السوبر، واحنا عارفين العقوبات دي بعد الاستئناف القرارات خرجت ان خلاص كهرباء 10 مباريات، لاعب نادي الزمالك الصغير في السن مش متذكر اسمه 10 مباريات برضو، ويعني بعض العقوبات اللي تم تخفيضها يعني. فنفس الحال الكلام في ايه؟ الكلام على ان لو اتلغت بطوله الدوري هيبقى الحل ايه؟ تطبق العقوبات بتاعه الموسم الجديد يعني إيه؟ تتاجل للموسم الجديد لو الدوري اتلغى، فبالتالي كهربا او امام عاشور يبقى مع بدايه الموسم يتوقف 10 مباريات او يستكملوا العقوبه لان اتلعب مباريات بالنسبه للاهلي تحديدا. فالاتجاه عند المسؤولين في الجماهير لا خلاص، لو تم الغاء الدوري ما هنلغي العقوبات، لكن لجنه الانضباط بيقولوا لا، لازم العقوبات تفرض وتنفذ على المعاقبين بعد الاحداث المؤسفه اللي كانت في مباراه السوبر يعني. لكن مش عايزين نستبعد الاحداث، ان شاء الله الدوري يرجع لان انت لسه عندك مساحه من الوقت. وبالنسبه يعني احنا على طول بنقعد في الدوري كتير، السنه اللي فاتت قعدنا سنه كامله يعني من شهر 8 لشهر 8 بطوله الدوري كانت شغاله، تاجيلات كتير في النص وكلام. احنا لسه بدري قوي على شهر 8 يعني، احنا ممكن احنا ايه في شهر ايه 3 يعني، ممكن تقعد شهرين 3 كمان ما تلعبش الدوري وترجع تكمله عادي يعني. احنا نقدر نعمل كده، مفيش مشكله، خصوصا في ظل تاجيل بعض المباريات الدوليه والاجنده الدوليه والتصفيات وكلام من ده يعني. فان شاء الله الدوري يرجع قريب، نسيطر بس على موضوع كورونا ده، نلتزم بالتعليمات بتاعه الدوله، وان شاء الله الفتره دي تعدي على خير علينا كلنا. نروح لبوابه فيتو، اتحاد الكره يمد عقود رعايه الشركات لمده عام حال الغاء الدوري. ده هيبقى امر بديهي ومنطقي جدا، انت عندك شركات راعيه لبطوله الدوري او البطولات المحليه بالتحديد بتاعت اتحاد الكره، فالناس دي اكيد هتتاثر ماديا بشكل كبير جدا لو اتلغى الدوري، فبالتالي انت هتمد مد تلقائي لعقودهم مع الاتحاد عشان يعوضوا الخسائر بتاعتهم، لان هم ما استفادوش، انت ما بتلعبش، هم متعادين معاك عشان انت بتلعب مثلا دوري او بتلعب كاس، فبيجي لهم مكاسب من الرعايه طبيعي جدا. فطالما الدنيا واقفه فانت لازم تاجل لهم العقد بتاعهم او تمد العقد بتاعهم لسنه اضافيه، وده الاتجاه الاقرب والبديهي يعني.
عند المسؤولين في اتحاد الكره. نروح للسوبر كوره واللي بيتكلموا على ان الكابتن حسام البدري والجهاز الطبي الدكتور محمد ابو العيله المنتخب مصر اتكلموا واطمئنوا على المحترفين في الخارج، تواصلوا مع محمد صلاح، احمد حجازي، تريزيجيه واحمد حسن كوكا بخصوص الاطمئنان عليهم بسبب فيروس كورونا. الحمد لله هم صحتهم جيده والامور بالنسبه لهم الحمد لله كويسه وملتزمين بالتعليمات كلها الوقائيه في مواجهه فيروس كورونا، وده امر مهم جدا لازم يبقى في تواصل طبعا مع الجهاز الفني. كابتن حسام بدري في الحقيقه حظه وحش جدا مع منتخب مصر، الراجل يعيني اول ما جه ما لحقش كام تدريبه كده ومعسكر واحد تقريبا ولعب الماتشين، اتعادل في الماتشين وتعادل يعني تعادلات يعني غريبه جدا بالنسبه لكينيا وجزر القمر، ما كناش نتوقع ان ده يحصل يعني في يوم من الايام، لكن برضه ليه بعض الاعذار في نفس الوقت عليه بعض اللوم في تصريحاته اللي ساعات بتبقى غريبه في بعض الاحيان، لكن في نفس الوقت هو مدير فني كبير بصراحه كابتن حسام بدري، يعني تاريخ كبير جدا وتاريخه الاساسي كان مع النادي الاهلي طبعا، لكن هو حظه وحش مع المنتخب، تجمع عشان يلعب ماتشين بتوع توجو حصل موضوع كورونا تاجل القصه تاجلت، فربنا معاه ان شاء الله خلال الفتره الجايه، ودور مهم ان هو يتواصل مع لاعبين المنتخب. يعني موقع الكابتن بيتكلم على تصريحات للمهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكره بالمقاولين العرب وعضو مجلس الاداره للنادي، وقال ان سلامه اللاعبين اهم من اي شيء، والناس كانت بتتكلم معاه يعني ان المقاولين كان ماشي كويس وبطوله الدوري، فانتوا شايفين ايه، متضايقين ولا لا؟ طبعا اكيد متضايقين لان هم كانوا المركز الثاني بعد النادي الاهلي وماشيين بخطه ثابته جدا مع الكابتن عماد النحاس المدير الفني المميز جدا للفريق، فطبيعي ممكن ياثر ده عليهم لما يتم عوده النشاط، لكن الراجل في الحقيقه قال ان الاهم صحه كل عنصر من عناصر اللعبه وكل فرد في مصر، واحنا بنمر بموسم استثنائي لازم نتعامل معاه بشكل ايجابي في صالح الجميع، ودي كلمات المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكره بالمقاولين. اليوم السابع والاتحاد السكندري بيحذر محترفين من النزول للشارع في بلادهم خوفا من كورونا. من اسبوع كده سافر اثنين من محترفي الاتحاد السكندري المحترفين الافارقه في صفوف الفريق، يعني اللي هم رزاق سيسي وايمانويل اوكوي، سافروا بلادهم، فبالتالي في تواصل من الجهاز الفني على حسب طبعا تصريحات الكابتن الكبير كابتن طلعت يوسف ان هم بيتواصلوا معاهم بيحذروا من عدم النزول للشارع وان هم يلتزموا بالتعليمات ويفضلوا في البيت عشان يتجنبوا كورونا. كلنا مهم قوي نتجنب الفيروس ده، وكلنا مهم قوي ان احنا نلتزم بالتعليمات، وكلنا لازم نحس بمدى خطوره الموقف في الحقيقه. يعني طيب الفجر الرياضي وبعض الاخبار العالميه بس ليها علاقه بمحمد صلاح طبعا نجمنا المصري محترف ليفربول، وريو فيرديناند اسطوره دفاع مانشستر يونايتد ليه بعض التصريحات، وكانوا بيقولوا له من وجهه نظرك مين افضل محمد صلاح ولا ايدن هازارد لاعب ريال مدريد؟ قال لهم حاليا محمد صلاح بالنسبه لي الافضل، لان هازارد مع ريال مدريد ما لحقش الراجل يلعب واتصاب كذا مره وبيقعد فترات طويله بيغيب، فبالتالي انا بالنسبه لي دلوقتي صلاح طبعا. لما نتكلم على المستوى المهاري او لما بيكون واحد على واحد وهازارد معاه كوره هو اللي بيتفوق على محمد صلاح، يعني هو اللي يقدر يعدي من اي مدافع، صلاح بيفتقد المهاره دي، ده كلام ريو فيرديناند، لكن طبعا في مهارات اخرى بتعوض وممكن تخليك تتفوق عن اي واحد يقدر يعدي من اي منافس ليه او من اي لاعب قدامه يعني. فالمجمل بالنسبه لريو فيرديناند قال ان محمد صلاح هو الافضل بالنسبه له خلال الفتره الحاليه، وطبعا محمد صلاح نجم كبير. موقع بطولاته بيتكلم على بعض التقارير التركيه بخصوص نجمنا المصري المحترف التركي محمد المني لاعب فريق بشكتش، وان هم بيحددوا وبيدوروا كمان على بديل لمحمد النني تحسبا لرحيل اللاعب. احنا عارفين محمد النني معار من ارسنال لبشكتش التركي لمده سنه، ففي محاولات من بشكتش ان هم يجددوا الاعاره او يشتروا اللاعب بشكل نهائي. المحاولات دي لو ما نجحتش هم عندهم لاعب حاطين عينهم عليه اسمه جانيك هابيرير، لاعب فرايبورغ الالماني عنده 25 سنه ولاعب مميز جدا، قال لك لو النني مشي هنجيب اللاعب ده مكانه. كل اكيد كل نادي بيحط خطط ليه، يعني يحط بدائل مثلا لعيبه ممكن تمشي لعيبه تيجي مكانها، بيفكر في المستقبل بتاع الفريق هيبقى عامل ازاي، الامور اللي تتعلق بالتطوير او الجوانب اللي انت محتاج تعدلها في فرقتك، المراكز اللي انت محتاج تدعمها، كله بيبتدي من دلوقتي كده يجهز نفسه لنهايه الموسم ولفتره الانتقالات الصيفيه، وده امر طبيعي جدا يعني. طيب بوابه اخبار اليوم خبر مهم في الحقيقه، جوزيه مورينيو اشهر مدرب في العالم او احد اشهر مدربي العالم، الراجل دلوقتي بيعمل ايه؟ شغال عامل ديليفري بيوصل الطلبات للمسنين لمساعدتهم
في ظل خطورة خروجهم من المنزل يعني. فدور مجتمعي مميز جدا وإنساني طبعا بيقوم به جوزيه مورينيو، بالمناسبة مش مورينيو بس، بعض لاعبي توتنهام بيقوموا بنفس الأمر، بعض المتابعين يعني زي ما احنا شايفين تصوروا مع مورينيو وهو بيقوم بالموضوع ده وبيحاول يساعد كل المجاورين ليه يعني. طيب آخر خبر معانا، موقع مبتدأ، بسبب كورونا مصير مجهول للدوري الفرنسي، ومش الدوري الفرنسي بس، كل الدوريات في العالم محدش عارف ايه اللي هيحصل يعني. الناس هناك في الاتحاد الفرنسي بيتكلموا احنا هنعمل ايه، هنرجع امتى، الكلام على ان في شهر 6 نحاول نرجع نلعب البطوله ونكملها، لكن كل دي امور غير مؤكده، احنا مش عارف الدنيا رايحه في انهي اتجاه. في بوادر بالمناسبه مبشره جدا وتدينا تفاؤل كبير جدا، يعني مثلا زي الصين الاعداد دلوقتي الاصابات فيها بقى قليل جدا، مدينه ووهان الصينيه اللي خرج منها الفيروس بتسجل اليوم الخامس على التوالي ولا حالة إصابة، فده يديك تفاؤل كبير جدا إن شاء الله بإذن الله إن الفيروس ده هينحصر وهنقدر نسيطر عليه ونعدي المرحلة دي، العالم كله بإذن الله مش مصر بس كمان يعني. لكن طبعا تقدرش تتكهن بأي مصير بخصوص الدوريات الكبرى أو الدوريات مختلف أنحاء العالم يعني اللي تم إيقافها يعني. طيب عندنا دي طبعا كانت أخبار محلية وعالمية، عندنا فقرة المميزة واللي دايما الناس بتبقى حريصة في التواصل معنا فيها، وهي فقرة اسأل كلام في الميديا من خلال فيديوهات البعض وأسئلتهم ورسائلهم كمان للنادي الأهلي. نبتدي بأول فيديو ونرد عليه، يلا. طبعا بعد فترة التوقف اللي احنا فيها دي والظروف اللي بتمر بيها ان شاء الله تعدى على خير، كنا حابين نطمن على الأهلي ونفسنا طبعا الأهلي بعد فترة التوقف الأسبوعين بتوع الدوري وبطولات أفريقيا، بنتمنى إن شاء الله الأهلي يرجع ويحقق لنا الدوري مرة تانية ونحقق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة إن شاء الله يا أهلي بإذن الله الرجالة، وتقدروا تعملوها وبإذن الله هتفرحونا. كان في سؤال برضو نفسي أسأله، موقف صالح جمعة مع النادي الأهلي، هل هنشوفه إن شاء الله بعد عودة الدوري وبعد عودة المباريات؟ هل ممكن نشوف صالح جمعة إن شاء الله في التشكيل أساسي أو احتياطي، ولا هيفضل مستبعد برضه كما هو الحال عليه من أول الموسم؟ بس هو ده السؤال أنا كنت حابب أطرحه، وبرضه يعني بإذن الله بوجه رسالة للعيبة، لعيبة الأهلي والمدير الفني كابتن فايلر، منتظرينكم إن شاء الله بعد عودة الدوري وبعد عودة النشاط الكروي بإذن الله تحققوا لنا الدوري وتحققوا لنا دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة بإذن الله. رسالة وسؤال من صديقنا العزيز، الراجل يعني بيتمنى وبيوجه رسالة لنجوم النادي الأهلي والجهاز الفني إن هو بيطلب إن شاء الله بإذن الله وواثق فيهم كمان إن هم يجيبوا بطولة دوري أبطال أفريقيا السنة دي وبطولة الدوري، وإن شاء الله كلنا يعني نتمنى ذلك وكلنا في ظهرهم وإن شاء الله يحققوا لنا اللي إحنا نفسنا فيه. فيما يتعلق بقى موقف صالح جمعة والجديد حتى الان مفيش اي جديد، مستر فايلر كان اعلن ان هو بيستبعد صالح جمعه من حساباته، فبالتالي لحد دلوقتي صالح جمعه عمره ما هيخش التشكيل الاساسي او حتى كبديل على الدكه لحد دلوقتي، الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل، لكن اخر حاجه استقر عليها مستر فايلر واعلن عنها كمان ان اللاعب مش في حساباته للاسف، لان صالح جمعه لعيب مميز، لكن في نفس الوقت وجهه نظر فنيه برضه، نفس الموقف زي بتاع حسام عاشور كده، هل حد يقدر يقول لفايلر لا لاعب صالح جمعه؟ لا طبعا، هو الراجل ادرى بكل الامور الفنيه، الناس كلها بتنفذ له كل اللي هو عايزه، ده طبيعي، مش فايلر بس، اي مدير فني بيجي في تاريخ الاهلي في مختلف مجالس الادارات بيحصل معاه كده. فصالح جمعه دلوقتي بعيد طبعا عن الصوره خالص مع مستر فايلر. السؤال اللي بعده، رجاله وابطال النادي الاهلي، احنا كلنا وراكم في كل حته ومعاكم لحد النهايه، الاهلي في دمنا، عايزين افريقيا التاسعه باذن الله في الجزيره. عايز اسال سؤال، الصفقات الجديده ايه؟ وكابتن احمد فتحي هيجدد ولا لا؟ ابطال النادي الاهلي مستنيينكم، مستنيين الاميره الافريقيه في الجزيره، التاسعه وحشتنا، ابطال العالم ان شاء الله. الصفقات الجديده طبعا اكيد المسؤولين في النادي الاهلي يعني عندهم زي عايز اقول زي لسته كده حاطين فيها اسماء مقترحه، اسماء ممكن تكون اضافه للنادي الاهلي، لكن هكون بكذب عليك لو قلت لك الاهلي حسم صفقات خلاص، لا احنا لسه بدري على الصيف، على فتره الانتقالات الصيفيه تحديدا، فهننتظر وهنشوف في الصيف الاهلي هيقدر يتعاقد مع مين. هل الاهلي هيتعاقد مع حد؟ اه طبعا هيتعاقد،
هل في اسماء ممكن يكون خلاص الناس مستقرين عليها؟ ممكن يكون في اسماء المسؤولين مستقرين عليها او المدير الفني تحديدا عشان يبقى كلامي مظبوط يعني، لكن خلص مع حد؟ لا، لسه الاهلي ما خلصش مع اي لاعب جديد ينضم للفريق. فيما يتعلق باحمد فتحي، احمد فتحي قلنا لحضراتكم وهنعيد موضوع وقت، وباذن الله نتمنى ان القصه تخلص على خير بتجديد تعاقد احمد فتحي، لانه لعيب مهم واضافه مؤكده. انت بعض اللعيبه كده ممكن تجاوب تقول ان شاء الله هيتالق، ان شاء الله ممكن يعني هينفعنا، هيبقى مميز، هيضيف لنا كلام من، لكن احمد فتحي انت ما هتجدد للعيب اصلا، انت عارف امكانياته، لعيب اصلا بشخصيه النادي الاهلي، بروح النادي الاهلي، فانت ضامن ان يكسب بتجديد احمد فتحي باذن الله. موضوع وقت وان شاء الله هيخلص على خير يعني. طبعا الراجل كمان قال رسائل للاعيبه النادي الاهلي بخصوص دوري ابطال افريقيا، والكل مجمع على ان دي اهم بطوله بالنسبه للنادي الاهلي وجمهوره هذا الموسم باذن الله تعالى. الفيديو اللي بعديه نشوفه. كرة لعبت الاهلي على المستوى اللي لعبته امام سان داونز، وان شاء الله دوري ابطال افريقيا هيبقى معانا السنه دي. وهل الاهلي اجرى صفقات الصيفيه ولا لا؟ فلتر، عامل فلتر ومظبط نفسه، حلو قوي الفيديو. عامة نفس السؤال، نفس الإجابة على السؤال اللي فات، لسه الأهلي ما أبرمش أي صفقات صيفية يعني لحد دلوقتي. تاني ممكن يكون في استقرار على بعض الأسماء أو في اقتراحات لبعض الأسماء، لكن ما تمش التعاقد بشكل رسمي طبعا يعني. الفيديو اللي بعده نشوف يلا. أنا بس بسأل النهاردة عن موضوع التجديد للجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي لفايرل وجهازه، وكنت عندي سؤال واستفساري بخصوص إن هل هو فعلا شرط إن يكون ليه جهاز طبي عالمي جاي من بره عشان خاطر يجدد عقده ولا لأ؟ لأ ما شرطش. كل اللي اتقال الفترة اللي فاتت إن مستر فايلر اشترط بعض الشروط اللي لازم تتنفذ عشان يجدد عقده مع النادي الأهلي، الكلام ده يا جماعة غير حقيقي إطلاقا. اطلاقا. لا قال لك انا عايز جهاز طبي عالمي ولا شرط على النادي الاهلي ولا الكلام من ده. الموضوع كله بيتعلق بالتجديد العقد، امور تفاوضيه، جانب مادي مثلا، مده زمنيه للعقد، الكلام من ده. لكن حته ان هو قال لو ما جبتليش مثلا جهاز طبي عالمي انا مش هكمل، لو ما غيرتليش ملعب التتش انا مش موجود، الكلام من ده، لا ده ما حصلش، ده كله اجتهاد من اي زميل عزيز او اي صحفي او اي حد بيجتهد، مفيش مشكله. لكن الحقيقي والمؤكد، ودي معلومه انا بقولها لحضراتكم، ان مفيش اي شروط بخصوص الاتجاه ده فرضها مستر فايلر على المسؤولين في النادي الاهلي. السؤال الثاني كان بيتكلم في حته الجهاز الفني والتجديد، هو نفس يعتبر نفس السؤال او نفس الاجابه. التجديد ان شاء الله قريب، والناس مستقره في النادي الاهلي على تجديد مستر فايلر باذن الله، ومستقره على اهميه تواجده مع الفريق خلال السنه الجديده، لان الراجل ارقامه كلها بتتكلم عنه، و يعني مقتنعين جدا بقدراته والمستويات اللي بيقدمها مع النادي الاهلي. واكبر دليل ان النادي الاهلي موجود في نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله يقدر يجيب البطوله. الاهلي ماشي بشكل ممتاز، ما خسرش ولا ماتش في 17 ماتش، 16 فوز وتعادل وحيد في بطوله الدوري، فاز ببطوله السوبر مع بدايه الموسم، فبالتالي ماشي بشكل ممتاز. الراجل عنده برضه نفس العقليه اللي بيتمناها المسؤولين في النادي الاهلي، فطبعا النسب كبيره جدا باذن الله لبقاء المدير الفني السنه الجايه مع الفريق بتحديد مستر ريني فايلر. في فيديوهات ثانيه يا جماعه؟ فيديو واحد نشوفه. الاهلي ان شاء الله بطولات افريقيا كلها تبقى، وكنت عايز اسال سؤال، هو ان شاء الله وليد ازارو هيرجع تاني الاهلي ولا ايه؟ مش دلوقتي لسه نقدر نجاوب على السؤال ده، ده بناء على مستويات ازارو مع الاتفاق واحتياجات فني. مستر فايلر، هل شايف ان ازارو هيكون مناسب ليه السنه الجايه؟ شايف ان هو مش هيكون مناسب؟ القرار ما يبقاش دلوقتي طبعا زي ما قلت لحضراتكم، لكن بيبقى في قرارات مبدئيه. الناس مبسوطه ان فايلر ماشي بان ازارو ماشي بشكل كويس مع الاتفاق السعودي، ابتدى يهدف، جايب 3-4 اهداف لحد دلوقتي في عدد 6-7 مباريات، فده امر جيد ويبشر بالنسبه للاعب. فهينتظر، والتقييم بيبقى مع نهايه فتره الاعاره، وبرضه من خلال احتياجاتك، انت محتاج ازارو، مش محتاج ازارو، محتاج حد تاني، مش محتاج حد خالص. فدي امور تبقى خاصه بالمدير الفني، هو بيبقى ادرى يعني بيها، وقراراته اللي هتكون مع اخر المباريات في هذا الموسم باذن الله تعالى. طيب دي كانت بعض التساؤلات من قبل جمهور النادي الاهلي على هاشتاج اسال كلام في الميديا، خليكم متواصلين معانا دايما على الهاشتاج ده، واي سؤال او اي رساله نفسكم تسالوها او تقولوها للمسؤولين في النادي الاهلي، للاعبين، للجهاز الفني، هنعرضها لحضراتكم زي ما شفتوا كده النهارده، وعلى مدار اسبوع كامل ماشيين في الفقره دي، وان شاء الله نجاوب عليها باذن الله تعالى.
مرات الحلقة لسه عندنا فقرة أخيرة وهامة جدا من خلال استضافة ضيفنا العزيز الأستاذ إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي، وهنتكلم معاه في بعض الأمور الهامة. استنونا بعد الفاصل. نورني وشرفني في هذه اللحظات الأستاذ إيهاب الجنيدي الناقد الرياضي الكبير. أستاذ إيهاب أهلا بك. أهلا بك يا أمير، وتحياتي لكل جماهير النادي الأهلي، ونقول ربنا يكرم مصر والعالم في الأزمة الحالية بقى الكورونا. بتتعامل معها إزاي؟ التعامل بالتعليمات. بتنفذ التعليمات يعني؟ بنسبة كبيرة الحمد لله. لا احنا عايزين أكبر نسبة يعني. لا يعني أنت عارف شغلنا يعني الإعلام للأسف من الفئات المستثناء دايما، حتى قرار حظر بننزل نشتغل شغلنا ما بيقفش. دي حقيقة. بس احنا فرضينه على البيت الولاد وال ده أهم شيء. الحمد لله. وتخلي بالك من نفسك. الحمد لله. والرسالة اللي حابب تقولها للناس إيه؟ ممكن ما كنتش بيلتزموا لحد دلوقتي يعني. حابب اقول للناس ان الموضوع بالظبط يعني الموضوع في مصر، انت كويس انك سالتني السؤال ده. الموضوع مش هزار، الموضوع مش تهريج، الموضوع خرج الاول استهانت بالموضوع في اوله. احنا شايفين ايطاليا واسبانيا وصلوا لايه دلوقتي. وانا اسف يعني مش هنوصل للدول دي في التقدم ولا الحاله اللي هم عليها داخليا، امكانياتهم يعني الامكانيات الداخليه والكلام ده، فوصلوا للمرحله صعبه حاليا. عدد وفيات كبير جدا وصل ل 6000 في ايطاليا و2000 في اسبانيا، تخطوا ال 2000، والمانيا في الطريق وفرنسا عدد مهول. فده يدركنا او يدرك الناس معنى الخطر الكبير المحدق دلوقتي اللي لازم ناخد بالنا منه. امريكا النهارده منظمه الصحه العالميه، الولايات المتحده الامريكيه نفسها بتعلن منظمه الصحه العالميه انها باتت بؤره جديده للمرض، هتبقى بؤره جديده للمرض. يعني اكثر دول العالم تقدما هي عمالين نشوفها. الحمد لله حتى الان الوضع تحت السيطره في مصر، القياده السياسيه والقياده التنفيذيه الممثله في الحكومه ماشيه بخطوات. بس احنا ما ساعدناش الناس، هنروح لمراحل اصعب. هتروح لمراحل اصعب. لازم نخلي بالنا من ده اللي رئيس الوزراء قاله النهارده في الكلمه بتاعته، ان عايز الشعب يساعده. ده اللي الرئيس قاله امبارح بالظبط في يوم المراه برضه في اجتماعه مع السيدات مصر الافاضل اللي اتكلم فيه. الموضوع خطير، لازم كل فرد يعي ان علينا الموضوع ده، لو مشينا معاه صح باذن الله هنسيطر على الموضوع باذن الله. هو المرض مش يعني مش من اخطر الامراض اللي هنقول عليه، هو عنده مشكله الانتشار السريع. صح. انتشار السريع جدا في العالم. بيخش الجهاز زي ما احنا عارفين بقى صحيا زي ما انت كده اتكلموا، يدمر الرئه والكلام ده. بس لغايه حتى دخوله الجهاز التنفسي ممكن الانسان يواجهه. بالظبط بالظبط. برضه انه يخلد للراحه في بيته خالص. ومشكلته في الانتشار كمان. هي الانتشار. ومشكلته على كبار السن يعني لا قدر الله بيبقى الامر بالنسبه لهم صعب. كبار السن واصحاب الامراض المزمنه دول يعني نو واي نو واي ما تخرجش من بيتك. بالظبط. يعني انت دول بالذات بقى اللي هو ايه الحياه غاليه وربنا كرمها وقال ان الحياه دي مش ملك ليك، دي ملك الله ودي اغلى حاجه. طبعا. فحافظ على حياتك انت كراجل صاحب مرض مزمن او راجل كبير السن او ست فاضله كبيره السن ما تخرجش. والشباب برضه. الشباب طبعا. بس احنا بنقول ان دول زي ما انت قلت ان دول الفئه الاكثر تعرضا للخطر من المرض. لازم ناخد بالنا منهم يعني جدا. نتمنى السلامه للجميع باذن الله من خلال اتباع اجراءات الوقايه من فيروس كورونا. بالتالي عايز اتكلم على العلاقه ما بين الفيروس ده والرياضه. العلاقه واضحه جدا. الرياضه في العالم كله واقفه بشكل كبير. مفيش رياضه. وبعدين في بطولات اتاجلت. تمام. وصلنا للاولمبياد خلاص شبه اتاجلت رسمي. لا اتاجلت رسمي. اتاجلت رسمي. من شويه لسه الخبر اعلنوا رسميا تاجيل اولمبياد طوكيو 2020 الى 2021 في نفس موعدها لمده سنه يعني. تاجيل كامل من 24/7/9 أغسطس 2021 رسميا اعلنت حاليا. وتوماس باخ طلع رئيس الاولمبياد الدوليه واتكلم وقال ان المهم الحياه، حياه الفرد فوق اي شيء او تاتي قبل اي شيء. وده طبعا ده اللي بتدعو ليه الرياضه اساسا. الرياضه هي الرياضه مش بتدعو للتنافس وميداليات وذهب وفضه وكلام. الرياضه هي تنميه للانسان، يتنمي جسده، يتنمي صحته، تحافظ على صحته. فبالتالي لما يكون هناك خطر على حياه الانسان
الرياضه بيبرز دورها الاول ان خلاص نحي البطولات جانبا ونحي كل حاجه ونحي التنافس، اهم حاجه حياه الفرد والحفاظ على حياه البشريه، لانه بات فيروس زي ما بنقول بيهدد حياه البشريه كلها فعلا، فلازم التصدي ليه كتير قوي كمان. فده كان الخبر الاهم رياضيا النهارده واللي كان كسر الجدل فيه خلال الايام اللي فاتت زي ما انت عارف، كل يوم الاولمبيات هتتاجل خصوصا في ظل تاكيد الدوله دوله اليابان ان هم مستعدين ان هم يستضيفوا الاولمبيات. النهارده شينزو ابي رئيس الوزراء الياباني بنفسه اعلن الخبر وقال ان احنا بنرى، هو امبارح قال الكلمه دي ان تاجيل الاولمبياد بات حتميه، يعني امبارح قال ان بات شيء حتمي، النهارده رسميا اعلنوها خلاص بالاتفاق مع اللجنه الاولمبيه الدوليه. رغم الخسائر الكبيره، عايز اقول لك اللي هتتعرض لها اليابان طبعا خسائر بالمليارات، بنيه تحتيه والتجهيزات والاستعدادات، لانك انت بتعمل زي ريكفر لكل ده، السنه الجايه هتيجي تبدا تعيد فيه وتطور فيه تاني، ومعروفه طبعا يعني الحاجات دي. ف اللجنة الأولمبية اتخذت القرار، ويعني أنا عايز أقول لك إن كمان حتى غصب عنهم كمان كانوا هيوصلوا للقرار ده من كده كده كانوا من امبارح في دول بتعلن إنها لن تشارك خلاص. فاللجنة الأولمبية باتت خلاص لازم، أنت لازم أمام وضع يجبرك إنك تأجل البطولة. كوارث، الدوري الإنجليزي مؤجل، الدوري الأسباني مؤجل، الدوري الإيطالي مؤجل، تقريبا حاليا باتت كل دول العالم كل البطولات الرياضية فيها مؤجلة بلا استثناء تقريبا يعني. طب هنا السؤال بقى، سؤال مهم قوي دلوقتي، خلاص تم تأجيل الأولمبياد لمدة سنة تمام، فاحنا عندنا منتخب الأولمبي وصل الأولمبياد، عندنا بعض العناصر اللي هتتخطى سن ال 23 سنة في المنتخب، أبرزهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وعبد السلام وفي أكتر من لعيب تمام، الموقف بالنسبة لهم هيبقى إيه السنة الجاية؟ هل يحق لهم إن هم يشاركوا في الأولمبياد، ولا هيبقى فيه حالة استثناء ويشاركوا، ولا هيبقى فيه التزام باللائحة؟ أنا عايز أقول لك إن القصة هنا ما بقتش يعني مش قصتنا احنا او ان احنا نبدي راي فيها كاعلام او كنقاد رياضيين او حد، هنا قرار زي ما انت بتقول لائحه طبعا. هل اللجنه الاولمبيه هتستثني الاولمبيه الدوليه هتستثني ما حدث وتعتبر ان ده نفس مشاركات ونفس ملابسات ونفس ظروف المشاركه في 2020 يتم المشاركه بها في 2021 ام سيتم الالتزام باللائحه؟ اعتقادي الشخصي تسالني عليه ان سيتم عمل استثناء، هيحصل استثناء وسيسمح للمنتخبات بالمشاركه باللاعبين اللي كانوا معاهم اللي شاركوا بيه اللي تاهلوا بيهم لكن ما يضيفش اي مع اضافه عناصر جديده ممكن تحت السن، لو عايز تضيف تحت السن تحت السن ماشي، لكن فوق السن في ما عدا اللي شاركوا فوق السن مع من لم يكن قد شارك يبقى خلاص مش هيسمح له مش هيسمح له، انما لعيب شارك مع المنتخبات انا ده اعتقادي الشخصي انه سيسمح ليهم ستسمح ليهم اللجنه الاولمبيه الدوليه بالمشاركه مع منتخباتهم. ليه؟ لانك انت صاحب الانجاز ده، انت اللي عملته. لو انت بسست لنفسك ان انا معايا الفرقه دي، الفرقه دي هي اللي جاهزه، الفرقه دي اللي بيتمرن معايا يعني بعيدا عن المدير الفني كمان يا امير او ان انا معاك الفرقه دي، حلم لاعب طبعا صح. الاولمبيات منذ الصغر يعني منذ القدم منذ ظهورها وخروج الشعلة الأولمبية من جبل أولمب في اليابان في اليونان على مدار سنين طويلة حلم طبعا، كأس العالم حلم لاعبين الأولمبياد، عايز أقول لك إنه يساويها أكيد عند لاعبين كتيرين أكيد. حلم كبير جدا إن اللاعب إن اللاعب يشارك في دورة الألعاب الأولمبية بغض النظر عن النتيجة اللي هيعملها منتخب بلاده، إنما إن أنت كنت موجود في إحدى الدورات الأولمبية وشاركت فيها ده حلم كبير للاعبين. فلا أعتقد إن اللجنة الأولمبية الدولية ستسلبهم هذا الحلم، وهيسمح للمنتخبات، هيحصل استثناء لان الفيروس القاتل هو اللي اكبر الاولمبياد الدوليه واكبر المنتخبات واكبر العالم كله على الوضع الصعب اللي بنعيشه دلوقتي. ماشي، نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل يلا. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه بينورني وشرفني الاستاذ ايهاب جنيدي الناقد الرياضي الكبير، وكنا بنتكلم على اولمبياد طوكيو وموقف لاعبي المنتخب الاولمبي اللي هيكونوا عدوا السن، فقلت لي هيبقى في استثناء ده الاتجاه الاقرب. لكن عايز اتكلم على مصير الدوري المصري، السيناريوهات المقترحه الاقرب للحدوث ايه؟ اللي بيتحكم في القصه كلها دلوقتي فيروس كورونا هيوصل ليه؟ طبعا تمام طبعا. لازم نتفق على دي مبدئيا. طيب في ظرف مثلا شهر انتهى القصه باذن الله يعني، وربنا يكرم يعني ونتمنى ان شاء الله، هيبقى معانا كده هيبقى شهر مثلا ابريل انتهى، هيبقى معانا 5 و6. هل انت هنا كاتحاد كوره وكدوله وزاره الرياضه هتقدر تضغط الدنيا وتلعب المسابقه، ولا ايه اللي هيحصل؟ ده في حاله طبعا ان احنا زي ما قلنا في ظرف 4 اسابيع ولا حاجه او
خمس بقية لغاية نهاية إبريل بإذن الله يكون تم السيطرة على تفشي فيروس كورونا وانتهى على الأقل بالنسبة لمصر هنا بنتكلم هنا احنا هنقدر نقول دلوقتي بقينا 16 جولة في بطولة الدوري 16 جولة لو قسمناهم قلنا مبارتين في الأسبوع مثلا يبقى عايزين شهرين حلو طيب الدوري الإنجليزي ناخده كمثال إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ اقتراح ان انت تلعب 6 اسابيع تخلص يوم الدوري في اقتراح بالظبط زي ما انت بتقول كده من اول شهر يونيو نهايه يونيو لو تم السيطره على المرض عندهم لا هم مدين نفسهم كمان ان لا 4 و5 مش هيبقى تم السيطره على المرض عشان الدنيا تنضف خالص زي ما بيقولوا ونفنش عليه لا في نهايه ايه او في النصف الثاني من يونيو هيبداوا يلعبوا مباريات المتبقيه من الدوري الانجليزي تمام قال لك هنضغط البطوله في الفتره ديت في الست اسابيع دول لغايه بدايه الدوري الجديد في اغسطس الدوري الانجليزي دايما بينطلق 9 10 11 اغسطس الميعاد الثابت بتاعه يعني وفقا لبدايه الاسبوع السنه دي ده هو 8 او 9 اغسطس ما انا بقول لك يعني هم دايما حسب بدايه الاسبوع لان هم بيبداوا مع بدايه الاسبوع هناك فسنويا بقى تيجي بدايه الاسبوع يعني. الاسبوع الثاني من اغسطس هم دايما بيبداوا مع بدايه الاسبوع الثاني من اغسطس يشوفوا جه امتى وكده فهم هيبداوا هيضغطوا الموضوع عندهم قالوا لو الفيروس تم السيطره عليه هيبداوا كده وهيبداوا يشتغلوا كده هل احنا ممكن نعمل كده في مصر انا شايف الموضوع مش صعب يعني بس تبقى في اراده ان احنا نعمل كده مفيش تاجيلات مع الوضع في الاعتبار لمخاطر القصه دي برضو واللي بداوا يتكلموا عليها في اوروبا النهارده ديلي ميرور بتتكلم وكذا صحيفه انجليزيه في الضغط الشديد اللي هيحصل على عضلات اللاعبين هتضغط موسمين ما هو مش ممكن ان انا اجي العب لا بس لو بالنسبه للمقترح بتاع انجلترا انت لو رجعت في شهر 6 فهتخلص في 6 اسابيع هتخلص على نص 7 تمام فهتاخد تقريبا او اول 7 فهتاخد شهر او اقل من شهر 3 اسابيع على انت هتلعب لبدايه الموسم هو اسبوع قال لك 6 اسابيع هتضغط وبعد كده تاخد اجازه وترجع تلعب هتبدا نص الثاني من يونيو زي ما بيقولوا اسبوعين في يونيو وشهر 7 بالكامل تاخده اسبوعين في يونيو وشهر 7 بالكامل يتبقى عندك خلاص اللي هو بدايه اغسطس اللي هم 11 10 11 يوم راحه اللاعبين او قبل انطلاق البطوله هو بكتير اسبوع يعني اتكلموا فيها يعني حتى النقطه دي درسوها وداسوا فيها في الصحف الانجليزيه والبريطانيه النهارده قال لك ان ده ممكن يعمل مشكله كبيره في الموسم الجديد للاعبين هيحصل بقى ضغوط كتير وكرامبات كتير وعضلات كتير واصابات عضليه وهتتكرر يعني العمليه ملخبطه في كل بس احنا ما بيحصلش عندنا الكلام ده خلي بالك احنا متعودين على كده احنا متعودين على الاصابات احنا بنلحم المواسم في بعض واللعيبه بتبقى زي الفل الحمد لله الدوري المصري دوري العام يعني احنا اساسا بدون تدريبات وبدون حاجه بنقعد سنه عندنا مثال الدوري السنه اللي فاتت قعدنا سنه ودي كارثه يعني ما بتحصلش في دوله في العالم للاسف بس احنا ما وردناش حاجه ماشي فهل هل هنعمل ايه مع التاجيلات دي؟ ارجع تاني للنقطه الاولى اللي انا قلتها قلت لك هل احنا هنقدر نعمل الكلام ده؟ كاتحاد كوره هنقدر نعمل الكلام هنقدر نضغط وهنقدر نحط الانديه تحت الضغط ده مع الوضع في الاعتبار لان ما دام رجعت وما دام تم السيطره على الفيروس يعني خلاص ترجع بطولات قاريه للانديه ترجع تصفيات كاس عالم وتصفيات امم افريقيا للمنتخب يعني هيبقى عندك توقفات انت مجبر عليها تمام لازم يجب ان تضعها في الحسبان ايضا فالموسم صعب الموسم حساباته صعبه جدا الموسم الجاري بسبب اللي حصل بسبب الفيروس طب لو وصلنا لشهر كام هنا في مصر من غير ما يرجع النشاط يبقى الدوري هيتلغي من وجهه نظرك انا تخيلك يعني مش عايز حته تتلغي دي انا طب هتتلغي هتعمل ايه في تتلغي يعني الفكره دي مطروحه في العالم ومرفوضه مطروحه ومرفوضه في كل الدول الاقتراحات. يعني في كل الدول مرفوضه سواء من الفرق يعني عايز اقول لك المتصدره بعض الفرق المتصدره بترفضها رغم المتصدر واللي تحت المتصدر بيرفضها يعني مش هنقول يعني انا بقول لك ليه النقطه دي مش هنقول دوت كسبان خلاص دوري يقول لك وده ضايع منه دوري لا الفرق اساسا في فرق كتير في العالم رفضاها وشفنا المقترحات اللي قدموها بعض رؤساء الانديه والاقتراح المجنون بتاع رئيس ساوثهام رئيس كريستر بالاس لما قال لك نتائج اخر 4 اسابيع وانا كسبان اخر 4 اسابيع يبقى انا البطل لا رجع قال كده يا نهار يعني ما هو بطل الدوري قال لك يعني كل ليفربول عملته اخر, آخر 4 جولات قبل الكورونا نشوف حصل فيهم ايه ويبقى يحدد عليهم البطل هو كسب اخر 4 جولات كسبان 3 ومتعادل ماتش تقريبا يعني فهو البطل هو البطل يعني فحسابات مجنونه العالم بدات تحط حسابات مجنونه حسابات ليس لها اساس يعني من العقلانيه فحته الغاء الدوري طيب انا دوري موسم عندي موسم تاريخي للنادي الاهلي طبعا احترامي للجميع ولكل المنافسين انا عندي السنه دي موسم تاريخي الغيه لا طبعا النتائج دي بس انت ممكن الظروف هي اللي تحكم عليك بكده يعني مثلا يعني لو وصلنا لشهر 7 و8
هل نقدر نستكمل الموسم ولا هيبقى صعب خلاص هتخش على موسم جديد بقى تبتدي دوري جديد وتعتمد على نتائج الدوري اللي استكمل قبل كده؟ في صوت تاني بينادي في العالم دلوقتي في العالم كله حتى في ظل ازمات اللاعبين المتكرره مع الاصابات وتجهيز وضغوط الانديه وضغوط المسابقات القاريه. ها قال لك نمنح الفرصه موسم جه من عند ربنا بقى يعني فرصه للاعبين ونستكمل الموسم الجاي نفس الموسم ده. طب والفترات الكبيره بتطرح دلوقتي هتبقى موجوده السنه الجايه في قال لك فرص راحه للاعبين فرص راحه للاعبين ومشاركات قاريه طبعا ومشاركات في المسابقات القاريه ومع المنتخبات البطولات القاريه للاعبين لان عندك بطولات ممكن قالوا تستمر بقى بس الكلام ده تسويقيا واقتصاديا اعتقد هيبقى مستحيل هتبقى صعبه طبعا لان انت هتلغي انت عندك مشكله كبيره في الدوري الاسباني ان تيباس خفير تيباس رئيس رابطه الدوري هم عندهم رابطه الدوري طبعا ما عندهمش النظام الفهلوه اللي عندنا احترام يعني بس بيبقى في تواصل مع الاتحاد يعني ساعات في تواصل بس هي لجنه بتدير البطوله طبعا واللي احنا حاولنا نعملها كذا مره هنا بتنظم في مصر بتنظم الايرادات بتنظم حقوق كل نادي بتنظم حقوق البث بتنظم اللي بياخده كل نادي لجنه مسؤوله مين رئيس اللجنه دي؟ خفيرتي بس ده ايه برشلوني ولا مدريدي؟ ده اسباني اسباني يعني مش مش منتمي لاي نادي هو بيحافظ على حقوق الانديه طبعا ايوه بس هو روابط الانديه بتبقى مندوبي من مندوبين من الانديه بيبقوا مندوبين في من كل نادي هو ده مندوب بقى النادي يعني. انما ده رئيس الرابطه ده المفروض انه لا يمثل اي نادي جاي من الاتحاد بغض النظر بقى عن ايه يعني مثلا انا ممكن انا سوري رئيس كذا بس انا رئيس منظومه رئيس اتحاد الكوره عندنا نقول مثلا عمرو الجنايني زملكاوي ماشي انا هنا هقف مع نادي الزمالك في كل المواقف هو ده اللي بيحصل ساعات انا مش عايز اخش في ازمات واحرك المياه الراكده ولكن هل انا بتكلم في العقل هل هنا المفروض ان انا ابقى زملكاوي طبيعي يعني لا طبيعي المفروض قراراتي تبقى لصالح نادي الزمالك لا طبعا ولا لصالح المنظومه اللي انا بديرها لصالح المنظومة بس هو هل نقدر احنا نعمل كده المفروض انت فتحت ملف مهم دلوقتي رابطه الانديه هل احنا نقدر نعمل الكلام ده؟ لن يحدث دوري محترفين في مصر مع الاسم المايع اللي احنا بنقول عليه دوري المحترفين المصري ده ليس دوري محترفين ده دوري احنا بقالنا كام سنه عايزين نعمل دوري هواه اللي عندنا دوري هواه حتى الان دوري هواه وللاسف هو بالشكل ده شوف الدوريات في المنطقه حواليك بقت عامله ازاي الدوريات العربيه بقت عامله ازاي في الامارات وفي قطر وفي السعوديه بقت المحترفين بيبحثوا عن الدوريات دي صح حتى لو كده ينهي مشواره ما بتسالش نفسك ليه ما فيش لعيب من الكبار قوي اللي في العالم ما بيجيش ينهي مشواره هنا لا منطقيا عشان احنا ما ندفعش فلوس بتدفع بغض النظر عن الفلوس يعني الفلوس انت ممكن تدفع اساسي بالنسبه للعيب زي ده مثلا ماشي الافارقه سيبك من النجوم الكبار في افريقيا الاسماء اللامعه اللي في افريقيا دلوقتي بقت حتى بترجع برضو على الدوريات العربيه دي في نظام في دوري محترف دوري بيدار احنا عندنا مثلا مثال واحد تقريبا حصل اللي هو بتاع مالودا لما جه وادي دجله مثلا لما جه وادي دجله ده كان نجم عالمي في تشيلسي وما استمرش كتير برضو هو قعد سنه ما استمرش كتير ومشي انت عشان تظبط الحال في مصر لازم دوري محترفين دوري تديره رابطه منتخبة من الأندية الأندية موافقة عليها وعلى رئيسها وهو ده اللي يدير الرابطة بيجيب لها حقوقها بيجيب لها حقوقها من اتحاد الكورة بتاع صح البلد صح نفسه صح مفيش قرار لا يتخذ بشأن كرة القدم أو بطولة كرة القدم اللي هي الدوري في البلاد أو في الدولة ديت من دون الرجوع للرابطة تمام النهارده زي ما بقول لك إن خفيرتي بس بيتكلم إنه بقاله أسبوع بيتكلم إنه عايز يكمل الدوري يمين مش شمال أي حلول تانية يمين شمال كورونا مش عايز يكمل الدوري في انديه رافضه مقترحات وفي انديه مصممه عن الدوري لو رجع يبقى بالجمهور ما هي هنا بقى بيبرز برشلونه برشلونه رافض الاقتراح بتاعه تماما ان اقامه الدوري خلف الابواب المغلقه هو بيقول نكمل الدوري عشان حقوق البث التلفزيوني وعشان القصه دي كحكه بتاعه البث تخلص والشركات والرعاه اللي متفقين معاهم الماتشات تتلعب وهتبث تلفزيونيا زي ما تبث والجمهور يشوف خلف الابواب المغلقه في انديه رافضه القصه دي تماما برشلونه على راسها وابلغ كده رسميا الرابطه وابلغ كمان الويفا الاتحاد الاوروبي انه مش هيلعب حتى دوري ابطال اوروبا بدون جمهور طيب في تصورك برضو ما جاوبتنيش على السؤال لو وصلنا لشهر كام هنا في مصر الدوري يتلغي او يبحثوا لها عن حل ما تقوليش يتلغي انا رافض الكلمه ما ينفعش يتلغي يبحثوا لها عن حل زي ما هيبحثوا في العالم كله يعني هل يعقل زي ما بقول لك انك تيجي النهارده تقول انت مقتنع السنه دي يتلغي الدوري الانجليزي؟ لا طبعا ده يبقى حرام بصراحه. الاسطوره اسطوره ايفرتون ومانشستر يونايتد واين روني ومنتخب انجلترا يعني على مر التاريخ برضه لعيب جامد طبعا بيتكلم في ايه؟ لاعب ديربي كاونتي بيقول من الظلم
عدم منح اللقب لليفربول. طبعا طبعا. وهو ايه لما نقول الناديين دول برضو نعرف الناس ايفرتون اعداء، هو ده كده كده ميرسيسايد، ديربي ميرسيسايد في اعداء نار بينه وبين ليفربول. ادي الفرقه الثانيه مانشستر يونايتد، مانشستر يونايتد جامد جدا، ده العداء التاريخي كده كده هو وليفربول الاثنين على زعامه الكره الانجليزيه منذ القدم. اما الاقي راجل زي ده بيتكلم في كده نعرف ان ليفربول عامل موسم عامل ازاي. اما الاقي ليفربول بيفرق بينه وبين صاحب المركز الثاني 25 نقطه تبقى ده شيء مش شيء تقليدي ومش شيء طبيعي انك تيجي تلغي البطوله. هي الازمه للاسف، للاسف يعني اللي بتواجه الانديه، وهي دي المشكله في اللقب في كل الدول، مين اللي هيهبط ومين اللي هيتاهل للمسابقات القاريه. هي دي الازمه الاساسيه، هي دي اللي عامله المشكله في كل بطولات العالم، بما فيها مصر بما فيها بره انجلترا ايطاليا. مين اللي يعني حتى لو البطل خلاص قرب اهو، مين بعيدا عن اللقب مين هندي اللقب كمان، في مشكله كبيره بعيدا عن اللقب. مين تاني وتالت دول اللي هيروحوا دوري ابطال اوروبا، ومين رابع وخامس يروح مثلا هيروح كاس الاتحاد الاوروبي لاوروبا ليج، مين هيهبط وهيطلع ثلاثة. طب انت هتلغي الهبوط طب هتعمل ايه؟ ولذلك بقول لك ان القصه الموضوع بقى صعب جدا حاليا في العالم في كل البطولات، مش عندك في كل العالم الموضوع. طيب صعب. انا عايز اسالك سؤال، هل احنا ملتزمين بما يحدث في العالم كله؟ يعني مثلا باذن الله تعالى لو النهارده في مصر كده جينا بعد اسبوع من دلوقتي تمت السيطره على كورونا والحمد لله ما عندناش اي حاله والدنيا ماشيه زي الفل، تمام، هل احنا هنرجع نمارس نشاطنا عادي ولا مرتبطين باللي بيحصل بره وهننتظر قرارات من الاتحاد الدولي وكلام من ده؟ فيفا لما يصدر قرار اللي هو بيدير منظومه كره القدم في العالم، لما يصدر قرار لاي دوله في العالم بايقاف النشاط، تمام، حتى الان زي ما اللجنه الاولمبيه مثلا لحد دلوقتي مفيش اي قرار ان انت مش اي قرار انك تاجل، سايبها هو سايبها انفنتينو سايبها للدول. صح، بدليل ان في بعض الدوريات بدليل ان حتى الان لسه هقول لك ان في تقريبا 9 او 11 دوري في العالم حتى الان بيتلعبوا، في منها خلف الابواب المغلقه او كتير منها دلوقتي بقى خلف الابواب المغلقه بس بيتلعبوا بشكل طبيعي، وموجود في ساوث امريكان وموجود في افريقيا بطولات بتلعب، وموجود في اسيا بطولات بتلعب لغايه الوقت اللي احنا فيه ده. ماشي، فهي القصه الفيفا ما فرضتش حد، انت الحاله عندك ايه؟ فانت اللي انت بتقوله ده، وهرجع لسؤالك اللي انت سالته لي من شويه برضه، لو انت الفيروس انتهى عندك وقدرت تسيطر عليه، ايه المانع ان انا ارجع الدوري بتاعي واخلص وابقى نهيت القصه، والبطل متحدد واللي الثاني اللي متاهل معايا لدوري ابطال افريقيا متحدد واللي هابط متحدد خلاص. اعود للسؤال اللي انت بتقول امتى، انا بقول لو احنا لغايه نهايه ابريل، كمان نهايه ابريل قدرنا نسيطر على الموضوع ده باذن الله وينتهي فيروس كورونا في مصر باذن الله، نستطيع عوده البطولات ونستطيع عوده الدوري والبطولات المصريه بدون اي مشكله. لكن موقف مثلا البطولات الافريقيه ده مش هيبقى محدد لحد، لا لسه في ايد الكاف هيحل الموضوع ازاي وهيشوف ازاي، لان الامر لا يرتبط بيك انت لوحدك يا امير، يرتبط بالدول الثانيه برضه. يعني انت ممكن تكون هتقابل فريق مثلا عنده لا قدر الله كورونا كارثه. طب المقترح اللي الناس كانت بتتكلم فيه في الاتحاد الافريقي بخصوص ان مثلا دوري ابطال افريقيا النهائي هيبقى في الكاميرون، فالفرق اللي وصلت قبل النهائي يلعبوا قبل النهائي هناك ماتش واحد ويتاهلوا كمان في الكاميرون يلعبوا النهائي ويبقى خلصت البطوله، ايه رايك في المقترح ده؟ والله مقترح جيد في ظل الظروف الحاليه، بس لو اضطريت اليه، لو اضطريت، لو اضطريت اليه تمام يبقى حل من الحلول يعني. بالظبط. وبعدين وان كان ليه اعتراض على القصه دي كرأي شخصي، يعني انا ليه اقيم البطوله في الكاميرون؟ ما هو كانوا محددين ان يبقى انا ما وصلتش لاوروبا، ما هو دي سياسه خطا. انت قصدك من ناحيه المبدا من الاول يعني. بالظبط، يعني السياسه خطا من الاتحاد الافريقي، وسياسه يجب التراجع عنها، قرار يجب التراجع عنه ويجب العوده لتي. ليه؟ انا عندي اوروبا قبل ما البطوله بتتلعب بيتحدد ان انا هلعب هنا، لان بساعتين يا امير انا هطلع النهارده من ايطاليا اروح احضر الماتش في انجلترا بالقطر او بالاتوبيس او باي حاجه. طبعا هم عندهم اوروبا مفتوحه كلها على بعضها، وما فيش تعب، فيش الجبال، ما فيش الرحله اللي بياخدها الاهلي 8 ساعات اروح انزل في اثيوبيا وكينيا ومش عارف ايه، وبعد كده اخد رحله 4 ساعات ثانيه عشان اوصل فين، اوصل الكاميرون، والكلام والعذاب اللي احنا فيه ده، ده مش موجود في اوروبا. فده ما ينفعش عندي يعني كمبدا اصلا كان، لكن في طبق الظروف الحاليه يعني سؤال كمان، يعني باذن الله مثلا الاهلي والزمالك يصلوا للنهائي ان شاء الله باذن نتمنى. الله نتمنى ويبقى نهائي مصري خالص والاهلي يكسب باذن الله. باذن الله ان شاء الله. ماشي. انا ايه ليه العب في الكاميرون؟ ليه احرم ان مثلا 86 مليون او 90 مليون يتواجدوا في استاد القاهره يتواجدوا ويحضروا المباراه؟ وطبعا بس ضخم للكياف، وبس ضخم للانديه دي، وبس للرعاه وللشركه النقله وكل حاجه. لما هقيم المباراه في يا ويندي ولا في اي مكان في الكاميرون هيحضر كام؟
كم واحد هيسافروا من مصر؟ كم واحد لأهلي وزمالك؟ مش كتير، صعب. أقصى عدد يتخيله هيسافر كام؟ 15,000 10,000؟ عدد قليل برضه بالنسبة للملعب. فيش حاجة طبعا بالنسبة للحدث نفسه. طيب عايز خاطئ من البداية يعني. عايز قبل ما أختم معاك سريعا أخد تعليقك على ملف التجديد بالنسبة للاعبي النادي الأهلي عشان نبقى ختمنا بأخبار النادي الأهلي. طيب بشكل سريع أنا القصة دي ليا رأي فيها، والناس بتقول إن الموضوع الكرة في العالم ما بقتش عواطف. تمام. الكرة في العالم ما بقتش عواطف، دي لازم نحطها كده. في اختبارات بتحصل، مش هنذكر ايه اللي حصل فيها، لاقى اختبارات اسماء ومين اللي سقط ومين اللي نجح، وده حصل في النادي الاهلي. والراجل فايلر شغال بسياسه ناجحه جدا وباسس علميه حديثه ومعاه جهاز المعاون. انا اللعيب ده بيقدر يعدي عندي واللعيب ما بيقدرش يعدي، وفي سن في حاجه محتاجه حتى بخلاف الدقية. القياسات دي برده يا بوب، يعني دلوقتي انت قيمه حسام عاشور معروفه وقامته وتاريخه مع النادي الاهلي وحب الجماهير ليه وكل الكلام من ده، لكن دايما انت بتبقى ملتزم بقرار المدير الفني، هو ليه الحريه، وده بان في اللي عمله الكابتن محمود الخطيب ولجنه الكوره واللي بيحصل على تاريخ النادي الاهلي. لا يعني اللي بيحصل مع حسام عاشور دلوقتي ده بره السياسه الجديده للنادي. تمام. مفيش ماتشات اعتزال، مفيش الكلام ده كله. انا كل حاجه استثنيتك منها لسبب واحد، نظرا لتاريخك الطويل مع النادي، لقيمتك الكبيره للنادي الاهلي. تمام. كاحد اكثر لاعبي العالم حصدا للبطولات. طب بالنسبه لكرامي سريعا، كرامي موضوع منتهي من فتره. الموضوع منتهي بس يعني الشكل جيد في الحقيقه، خلاص كرامي ماشي، يعني اتفاق ما بين النادي واللاعب، يعني الشكل جيد واحترافي في الحقيقه. احمد فتحي، الناس بتسال ايه احمد الجديد؟ فتحي هيجدد في النهايه، هيجدد في النهايه. تمام. وطبعا بس احمد فتحي عايز يصل لاكثر المكاسب من التجديد، وحق كل واحد، وحقه طبعا، وحقه. اعتقد التجديد الاخير لاحمد فتحي ممكن في مسيرته يعني هيبقى احمد فتحي بامكانياته يقدر يكمل اكتر من كده، فلازم لاعب بيبحث عن مصلحته. بس في النهايه احمد فتحي بيعشق النادي الاهلي طبعا. احمد فتحي نعرفه شخصيا، نعرفه كويس، بيعشق النادي الاهلي وهيقعد في النادي الاهلي ان شاء الله. ده امر مهم طبعا، لسه ما نجدد، الدنيا كانت بسيطه جدا وده معتاد من قبل نجم كبير زي وليد سليمان. دي كانت حلقه في الميديا، نورني وشرفني استاذ ايهاب الجنيدي. يا استاذ ايهاب نورتنا، اشكرك يا امير، ونتمنى ربنا يرفع الغمه ديت وتعيش مصر في امان دايما باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا. ايه اللي هيحصل الفتره الجايه بخصوص البرامج؟ احنا كبرنامج كلام في الميديا هنطلع معاكم كل اثنين وخميس، يعني احنا بكره اجازه بسبب حظر التجول، يوم الخميس هنكون معاكم باذن الله تعالى، ويوم الاثنين يعني هنفضل طول ما في حظر تجوال هيبقى من احنا كلام في الميديا اثنين وخميس مع حضراتكم باذن الله. اكيد القناه هتنوه على المواعيد الخاصه بالبرامج كلها بتاعت القناه باذن الله تعالى. الى اللقاء في حلقه جديده. سلام.